بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم وفي كل مكان، أهلا بكم وسهلا في هذا البث المباشر عبر قناة الزمالك. لكم خالص التحايا العطرة مني ومن طاقم العمل، ولقاء جديد لحسابات بطولة الجمهورية للشباب وتحديدا مواليد 2005. قمة الناشئين بتجمع ما بين نادي الزمالك، النهاردة يواجه النادي الأهلي في بطولة الجمهورية زي ما قلت لحضراتكم مواليد 2005، ولقاء بيظهر فيه نجوم المستقبل، بيظهر فيه الأوراق اللي قد تظهر في سماء الكرة المصرية فيما هو قادم. أوراق الناشئين ومدرسة الزمالك للناشئين دائما بخير، دائما ما تقدم للفريق الأول، واليوم مواجهة صعبة جدا أمام النادي الأهلي. بطولة الجمهورية، بطولة الشباب، بطولة أبناء المستقبل هنا وهناك في النادي الزمالك وفي النادي الأهلي، والجولة الأولى من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية. نظام بطولة الشباب مرحلتين، المرحلة الأولى دور من دور واحد وتم الانتهاء منه، المرحلة الثانية وهي المرحلة الحالية التي تقام أول جولة فيها اليوم وتجمع ما بين الكبار. نادي الزمالك النهاردة تحت قيادة المدرب محمد عبد الله ومساعده محروس السيد وعبد الجواد، محمد عبد الجواد هو مدرب حراس المرمى، وخالد عمران إداري الجهاز الزملكاوي والمحاولات الزملكاوية لتحسين الصورة وتحسين الشكل والتواجد بشكل مميز. وادي امام حضراتكم اللي بيخطف الانظار النهاردة ترافيس موتيبا، اللاعب الوافد الجديد، احد الصفقات الجديدة في نادي الزمالك. الكل النهاردة مستني يشوف ميسي، ميسي ميسي الملقب هناك في بلاده بميسي، هل يظهر النهاردة في ملعب المباراة؟ مشاهدينا الاعزاء، مباراة منتظرة لما فيها من احداث ولما فيها من دوافع نذكرها لحضراتكم. ادي فرنسا امام حضراتكم، اللاعب الوافد الجديد للقلعه البيضاء ترافيس موتيبا، لاعب مهم جدا لنادي الزمالك ولمستقبل نادي الزمالك. ترافيس موتيبا في التشكيل الاساسي النهارده لفريق 2005 امام النادي الاهلي. تشكيله نادي الزمالك في حراسه المرمى احمد جمال رقم 16، علي عبد المجيد رقم 2، السيد اسامه رقم 5، ومحمد ابراهيم رقم 22، احمد الخضري في خط الظهر رقم 11، خط النص النهارده محمد السيد برضه ظهر بشكل جيد في البطوله الوديه اللي كانت مقامه في دبي، بطوله التحدي اللي فاز بها نادي الزمالك وكان له مشاركه في مباراه الاهلي، وبيلعب جنبه يوسف حسن رقم 19، وعمار عمار الهدف اللي سجله في مرمى فريق نادي الاهلي السعودي في النهائي الحضور من جانب نادي الزمالك. والكابتن حسين لبيب موجود النهاردة في الملعب يؤازر الفريق ويشاهد ويتابع ويناظر مدرسة الزمالك للناشئين، ماذا تقدم النهاردة في مواجهة أمام النادي الأهلي. موجود ترافيس موتيبا يحمل القميص 14 قدامكم القصير الوافد الجديد زي ما قلت لحضراتكم، وبيلعب أيمن أمير عبد العزيز في الخط الأمامي ومعه أنس وائل رقم 10. خيارات المدرب محمد عبد الله في لقاء النهاردة زي ما قلت لحضراتكم لحسابات بطولة الجمهورية ومواليد 2005، وحكم اللقاء الحكم هيثم عثمان، حكم الساحة النهاردة من منطقة القاهرة، وحكم درجة أولى هشام الدسوقي مساعد أول من الغربية حكم درجة أولى، ومحمد الزناري مساعد ثاني من الغربية أيضا وحكم درجة أولى. تحية لكل أهالينا في محافظة الغربية اللي منها الحكام النهاردة. تشكيل النادي الأهلي، حازم جمال في حراسة المرمى رقم 1، محمد لبيب رقم 13، محمد أحمد رقم 34، يوسف السيد في الخط الخلفي نمرة 6، أحمد وحيد نمرة 21، ويوسف جمال نمرة 24، بينما عبد الرحمن خالد رقم 8، وطارق فوزي رقم 14، إبراهيم عادل رقم 15، ومحمد أحمد سعد
رقم 30 تشكيلة النادي الأهلي، الضيوف في مباراة اليوم وسط هذا الحضور وتحت قيادة الكابتن هيثم عثمان، ومباراة بطولة الجمهورية فكر حضراتكم يقام في نفس التوقيت النهاردة، أربع مباريات إنبي مع الاتحاد، فاركو مع القناة، بتروجيت مع الإسماعيلي، وبيراميدز مع نادي زد. النهاردة كابتن نصر إبراهيم برضو موجود المشرف على الفريق، و مسؤولين داخل القطاعات، هداف الفريق موجود في التشكيلة عمار ياسر، هنشوف النهاردة العيون على فرانس، اللاعب المهم اللي كل جمهور الزمالك مستني النهاردة يشوف لمساته ومهاراته الخاصة، القصير المكير أمامنا في المشهد، يغيب عن الزمالك هشام فؤاد وأحمد حنفي، عبد الرحمن علي وأحمد مجدي وحسن أبو المعاطي، وكل دول للإصابات. ثواني مشاهدينا الكرام متابعي قناة الزمالك وتنطلق أحداث هذه المباراة. محمد السيد وعمر ياسر وفرانس ثلاثة موجودين ضمن الفريق الأول. الزمالك ختم المرحلة الأولى في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وفاز في 10 مباريات في الوقت الأصلي، وطبعا الفوز في الوقت الأصلي 3 نقاط، والفوز في 4 مباريات بركلات الترجيح وفقا للائحة الخاصة بالبطولة بيحصد الفائز نقطتين، والزمالك كان له 3 هزيمة في الوقت الأصلي وهزيمتين بركلات الجزاء. المشوار والشكل البطولة، بقول لحضراتكم دايما الشكل، لان بطولة الجمهورية يمكن البعض ما يعرفش نظامها ايه، لكن المباراة لما بتنتهي بالتعادل على طول ركلات جزاء، والفائز بيكون بيحصل على نقطتين. ملحوظة مهمة جدا، نظام البطولة في حالة الانتهاء دي حاجة لازم نسجلها مع حضراتكم ونتفق عليها جميعا قبل بداية المباراة، بيتم الاحتكام الى ركلات الترجيح. ثواني وتنطلق هذه المباراة المقامة داخل أسوار نادي الزمالك. شوف الروح فيما قبل المباراة، الروح الزملكاوية، و الناحية الثانية النادي الأهلي فيما قبل المباراة والاستعداد. الأنظار تتجه إلى موتيبا، اللاعب الوافد الجديد عمار موجود في التشكيلة، و ترتيب البطولة في الصدارة نادي زد، في الصدارة نادي زد، ويأتي من خلفه إنبي 42، زد 46 في الصدارة، وإنبي 42، النادي الأهلي 41، والزمالك 40 نقطة في المركز الرابع. في المركز الرابع. ثواني مشاهدينا الكرام متابعي قناة الزمالك أينما كنتم وفي كل مكان، وتنطلق قمة الناشئين لمواليد 2005 المقامة داخل أسوار نادي الزمالك. متيبة الأوغندي في التشكيلة، وعمار موجود أيضا في تشكيلة نادي الزمالك هداف الفريق، وأحمد خالد هداف بنفس رصيد الأهداف، عنده 4 أهداف أحمد خالد هو وعمار، و الأوغندي وأنس وائل رقم 10 وأيمن أمير عبد العزيز. كل الأمنيات الطيبة لنادي الزمالك في هذا اللقاء، إنه يطمن الجمهور على الناشئين الزملكاوية. لحظات مشاهدينا الكرام من داخل أسوار نادي الزمالك، وضربة البداية زملكاوية، الحكم هيثم عثمان، وفي انتظار صافرة الانطلاق قمة 2005 الأهلي ضيفا على الزمالك. حضور والله في مدرجات المباراة، وتشجيع معتاد من جمهور وفي الحقيقة في تشجيع فريقه وفي مساندة ومؤازرة فريقه، أينما كان وأينما حل الزمالك تجد جمهوره متواجد، تجد الجمهور الزملكاوي في كل مكان. لازال ينتظر الكابتن هيثم عثمان لحظات وتبدأ المباراة. لحظات وتبدأ المباراة بصفرة الكابتن هيثم عثمان، وقمة الناشئين الزمالك مع ضربة البداية الأولى في المباراة، وكرة طويلة باتجاه متيبة لكن ترجع مرة تانية،
وعلي يلعبها في وسط الملعب ادي متابع اول لمسه، وزي ما قلت لحضراتكم الجمهور الزملكاوي يتابع هذا اللاعب ويتابع ايضا الاسماء الاخرى الموجوده في تشكيله الناشئين بالنسبه لنادي الزمالك. احمد الخضري في وسط الملعب وبدايه التحضير في الجانب الايسر، عنده عرضيات مميزه احمد، ومن اللعيبه اصحاب القدم اليسرى الجميله، قدم يسرى زملكاويه في وسط الملعب. محاولات للتحضير، علي عبد المجيد على الجانب الايسر، بدايه الهجمه زملكاويه انما تطول والى خارج الملعب، طولت الكره اللي فاتت على عمار وخرجت الى رمي التماس لمصلحه النادي الاهلي، هيلعبها يوسف السيد. بدايه المباراه في وسط الملعب اهلاويه مره تاني، نقلات لورا وبدايه هجمه، تراجع من نادي الزمالك في الجانب الدفاعي، كرة طويلة على الجانب الأيسر أهلاوية، إبراهيم عادل استلام لكن يضغط عليه ترافز متيبة وترجع الكرة مرة تانية عالية وإلى خارج الملعب، ضربة مرمى لمصلحة الزمالك، الكرة الأولى والمحاولة الأولى لكن إلى خارج الملعب، توصل إلى الحارس أحمد جمال من الجانب الأيسر. الخضري يلعبها لعمار لكن ضغط واندفاع بدني مع انطلاقة المباراة من الفريقين. زمالك يحاول انه يبحث عن مساحة في وسط الملعب، عن ثغرة في بداية اللقاء في دفاعات الأهلي، والنقلات ما بين رباعي الخط الخلفي في نادي الزمالك. علي يبحث عن المساندة، لسه ما فيش حد في وسط الملعب بيظهر من عناصر الزمالك لاستلام الكرة. رجع التاني، ادي عمار بينزل يستلم كويس قوي، عمار تحت ضغط من الجانب الايسر، يلعب واحدة بوش رجله تلف الكرة ولسه في الملعب، انما خرجت الى خارج الملعب ورمي التماس. صفارة من الكابتن هيثم عثمان بيقول ان الكرة خرجت الى خارج الملعب، الى رمي التماس، تحرك من عمار و احمد الخضري في الكره اللي فاتت، الاثنين حاولوا يفتحوا ثغره في الجانب الايسر، يستردها الخضري مره تاني وطويله الكره باتجاه منطقه الجزاء لكن سهله لحازم جمال حارس مرمى النادي الاهلي في مباراه النهارده. طويله كانت الكره من انس وائل باتجاه ترافيس متيبه لكن ترجع تاني أهلوية في الجانب الأيمن، محاولة لكن تغطية دفاعية من السيد أسامة ولد لعيب، ويطلع الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي، الكرات الطويلة في ظهر الخضري اللي كان متقدم في اللقطة اللي فاتت، رمي التماس لمصلحة يوسف السيد، يلعبها مرة تاني ويضغط عمار، يطلع الكرة إلى خارج الملعب، عمار وإلى خارج الملعب، ويوسف السيد هيلعب رمية التماس. شوف الجمهور الزملكاوي الموجود في داخل أسوار النادي والتشجيع والمؤازرة زي ما قلت لحضراتكم أينما حل الزمالك، ودي كورة لمصلحة النادي الأهلي تتصلح على حدود منطقة الجزاء، محاولة للتسديد لكن يرجع متيبة ويخلصها في الجانب الأيمن، ومحاولة الخروج بالكورة لكن تخبط وتطلع الى خارج الملعب، محمد ابراهيم اللي كان في الكوره اللي فاتت، وخرجت الكوره الى خارج الملعب ورمي التماس لمصلحه الزمالك. في خمس دقائق لعب لازال الحذر هو الطبع السائد في المباراه وعلى ارضيه الملعب. موتيبه استلام يحطها على الجانب الايسر، تروح للخضري اللي بيستلم كويس قوي، يقف على الكوره ويرجع بيها للخط الخلفي. نقلات زملكاويه، ضغط من عناصر النادي الاهلي في وسط الملعب، عمار عايز يفوت انما تطلع الكره الى خارج الملعب ورمي التماس. يوسف السيد في الكره اللي فاتت، الخضري يمكن اكثر اللاعبين لمسا للكره في اول خمس دقائق من عمر المباراه، الخضري الباك الشمال رقم 11، ذكريات الباك الشمال ومركز الباك الشمال تحديدا في تشكيله الزمالك وعند الزملكاويه كتير 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 كتير. الكابتن رمزي، ودي سقوط على أرضية الملعب، الكابتن أحمد رمزي هيقوم سليم، هيقوم ما فيهوش حاجة، أيمن عبد العزيز، أيمن أمير عبد العزيز،
المهاجم في مباراة النهاردة، وبالحديث عن الباك الشمال الزملكاوي تجد أسماء وأسماء وتاريخ الحقيقة في نادي الزمالك في هذه الجبهة المميزة. دايما الباك الشمال للزمالك حاجة جميلة، حاجة تفرح، وادي ترقيصة تفرح على الشمال برضو من عمار، إنما الكرة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب، تغطية في اللقطة اللي فاتت ورمي التمس للزمالك من الشمال، قصيرة الكرة، أنس يحاول يحتفظ بالكرة تحت ضغط، يرجع بيها للخط الخلفي عند السيد أسامة، مقطوعة الكرة طويلة في العمق، خطيرة لمصلحة النادي الأهلي، وتغطية من دفاع الزمالك في الوقت المناسب، في الوقت المناسب، إبعاد للكرة اللي فاتت محمد إبراهيم والسيد أسامة الاثنين، وتدخل في وسط الملعب وفاول. فاول كرات الطويلة اللي فاتت كانت لإبراهيم عادل نمرة 15 من عناصر النادي الأهلي، انطلاقة كرة طويلة في عمق الدفاع، ولكن التغطية كانت في الوقت المناسب، سيد أسامة ومحمد إبراهيم. خطأ لمصلحة النادي الأهلي في وسط الملعب، نقلة ليوسف جمال، مضغوط عليه يوسف، يرجع لورا زمالك. كل فريق الزمالك بتعليمات من محمد عبد الله من على الخط، كل فريق الزمالك في الجانب الدفاعي في الثلث الاخير، يمكن ايمن امير عبد العزيز هو اللي بيضغط قدامنا في المشهد على دائره وسط الملعب، غير كده الفريق كله في المناطق الدفاعيه. من على الخط تستمع عزيزي المشاهد لصوت الكابتن عبد الله على الخط وبيقول اطلع، تعليمات والتعليمات والتعليم الصغار في هذه المرحلة مهم جدا جدا. الخضر يرجع لورا، نقلات للزمالك، لكن الاثنين حراس لحد دلوقتي. ادي كرة طويلة حاول يلحقها محمد إبراهيم في اللقطة اللي فاتت، انما كانت طويلة قوي من السيد أسامة، تطول وتخرج الى خارج الملعب. رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي من الشمال، كنت بقول لحضراتكم في خلال أول 8 دقايق لعبة ما شفناش حاجة على المرمى من الفرقتين، ما فيش كرات خطيرة من هنا أو من هنا، وادي رمي التماس طويلة داخل منطقة جزاء نادي الزمالك، لكن يردها سيد أسامة، تنزل مرة تاني ليوسف، صلح على حدود المنطقة لإبراهيم، تترد الكرة أهلاوية مرة تاني، ومحاولة للتسديد إنما من بعيد، توصل سهلة لأحمد جمال. توصل سهلة لأحمد جمال. محمد عبد الله والتعليمات، أخطاء في التمرير أثناء الخروج بالكرة، طبعا رمية التماس اللي فاتت والتسديدة اللي فاتت كانت من عناصر نادي الأهلي. أدي الخضر ترقيصة حلوة إنما تطول منه وتطول منه، ترجع الكرة لمصلحة عناصر نادي الأهلي، يوسف جمال عايز يفوت إنما الخضر يرجع له مرة تانية ويغطي كويس قوي. أحمد عمل ترقيصة في وسط الملعب طولت منه شوية ورجع تاني غطى كويس قوي وطلع الكرة إلى رمي التماس. محاولة ليوسف يلعب كرة عرضية إنما يردها دفاع الزمالك سيد أسامة، عمار يتزحلق، ترجع ليوسف جمال عايز يرفع يوسف، عرضية حلوة 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 إنما إلى خارج الملعب. حلوة الكرة في اللقطة اللي فاتت إنما إلى خارج الملعب، مزدوجة خلفية كده وتمر على مرمى أحمد جمال وإلى خارج الملعب. حاول نسمع من على الخط تعليمات الكابتن محمد عبد الله للسيد أسامة في اللقطة اللي فاتت، طويلة الكرة ولكن ترجع تاني لمصلحة عناصر النادي الأهلي في الجانب الأيمن، التغطية كانت من السيد، هجوم مكثف من الجانب الأيمن لعناصر النادي الأهلي، يوسف السيد نمرة 6 وبيكمل معاه يوسف جمال نمرة 24. رمي التماس ومحاولة من الجانب الأيمن وخرجت إلى تماس مرة أخرى، بقول لحضراتكم هجوم مكثف، لكن عمار حتى الآن بيعود للجانب الدفاعي هو وأحمد الخضري، وبيساعد أحمد الخضري كمان من عمق الدفاع، أقرب مدافع غالبا بيكون السيد. أدي كرة طويلة برضو السيد يطلعها، توصل لعمار وتخبط وتطلع إلى خارج الملعب، ضربة مرمى للزمالك. الهواء
في ملعب المباراة في اتجاه مرمى نادي الزمالك. عشان كده لما بتتلعب ضربة المرمى عالية بتجد الكرة يعني بتخرج او بترجع تاني باتجاه وسط ملعب الزمالك، شوف الضغط، وبالتالي الزمالك قد يكون مضطر الى اللعب الكرة الارضية في البناء. هنشوف هل اللي فاتت كانت قالشة من احمد جمال، الحضور والكابتن حسين لبيب، وزي ما قلت لحضراتكم نجوم نادي الزمالك القدامى كمان موجودين وبيتابعوا الفريق. هذه الكرة ملعوبة باتجاه وسط الملعب عالية ومحاولة توصل لعمار، عمار يرجع بيها للخضري، خضري يقف على الكرة كويس، اكتساب خبرات، موقف ضغط وخطأ وتروح لإبراهيم، ولكن يطلع. برافو أحمد يا جمال، برافو يا أحمد يا جمال، تغطية ممتازة لتمريرة قصيرة شوية راجعة من وسط الملعب، كان بيتابعها إبراهيم عادل مهاجم النادي الأهلي. أدي كرة في وسط الملعب، أنس يخلصها كويس قوي، برافو أنس، يحطها للخضري، التركيز على الخضري في بناء اللعب هو عمار، عمار استلام على الخط يحاول يفوت، عمار يعدي ويسقط على أرضية الملعب، وخطأ لمصلحة الزمالك، خطأ لمصلحة الزمالك. ضغط متقدم قوي من عناصر النادي الأهلي في وسط الملعب، افتكاك للكورة ومحاولات للعب كرات طويلة في عمق الدفاع، شوف الكرة اللي خرج فيها أحمد جمال، برافو أحمد في الوقت المناسب، وتطلع الكرة إلى الأمان بالتصدي اللي عمله أحمد جمال، وخطأ لمصلحة الزمالك في وسط ملعب النادي الأهلي. والحكم كابتن هيثم عثمان، وتقدم لأصحاب القامات الطويلة، سيد أسامة موجود، وأيمن بيجيد ضربات الرأس، ودي كرة تتلف باتجاه المرمى إنما تروح سهلة للحارس حازم جمال حارس مرمى النادي الأهلي. اكتساب الخبرات زي ما قلت لحضراتكم، حتى مسألة الهوى واللعب مع اتجاه الهوى أو ضده هي من الخبرات، هي من الخبرات. مجلس الإدارة بالكامل برئاسة الكابتن حسين لبيب حرص النهاردة أنه يكون موجود في المباراة، حرص على أنه يكون موجود في المباراة. والبرتغالي كمان جوميز موجود، البرتغالي جوميز المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، والجهاز المعاون، وكابتن عبد الواحد السيد مدير الكورة، وكله جاي يتابع النهاردة، كله جاي يتابع، وكمان الكابتن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب. مباراة مهمة، مباراة مهمة تحظى بأهمية كبيرة طبعا، وزي ما قلت لحضراتكم اللي موجودين على الملعب دول هم مستقبل الكرة المصري، وليهم فرصة كبيرة جدا في التواجد على الساحة، وليهم فرصة كبيرة في الظهور ضمن المنتخب المصري، سواء كان للشباب أو حتى للمنتخب الأول، ولما لا اللعيبة الصغيرة يكون عندها أمل التواجد في المنتخب الأول. سقوط على أرضية الملعب في كرة مشتركة، أعتقد محمد إبراهيم، سلامات للاعب الزمالك اللي على أرض الملعب، نتمنى السلامة لكل اللعيبة. أم ما فيهوش حاجة، ده أيمن يمكن مش باينة التيشيرت رقم كام، لكن زي ما قلت لحضراتكم هي مباراة مهمة جدا 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 للجمهور، حتى في متابعته هو أيمن، أهو أيمن أمير عبد العزيز نتمنى له السلامة، تحركاته في كل مكان، ده المهاجم عزيز المشاهد، المهاجم النهاردة رأس الحربة في تشكيلة نادي الزمالك، هو اللي كان على الأرض، شوف كان واقع فين، في مركز الباك اليمين تقريبا في اللقطة اللي فاتت. تحضير من جانب عناصر الزمالك، ولسه موتيبا ما ظهرش، دي لمساته، والله لمساته فيها مهارة موتيبا، انما لسه ما ظهرش في الكادر، طبعا هو بيلعب مع الفريق للتجارب للخبرات، وادي كرة طويلة، انما التغطية من دفاع النادي الاهلي راحت لأنس ياخدها، ولكن تتقطع منه وترجع في وسط الملعب، محاولة تفوت حلوة قوي على الدايرة، وكرة طويلة في العمق وخطرة جدا، ولكن خروج. برافو يا احمد يا جمال، برافو يا احمد يا جمال، يقرأ اللعبة الحلوة اللي اتعملت في وسط الملعب واتلعبت طويلة في العمق، ولكن يقراها حارس مرمى نادي الزمالك. موتيب موتيب موتيب
موتيبا يلعبها على اليمين لكن مقطوع على الكره، الكره تحت رجله شكلها حلو، الكره تحت رجله شكلها حلو. نقلات لمصلحه الزمالك، بدا نادي الزمالك يمتلك الكره شويه في الدقايق اللي فاتت، لكن الكرات الطويله للنادي الاهلي في عمق الملعب خطيره جدا، و محاولة لبناء اللعب لكن مقطوعة ترجع لنادي الزمالك، تروح الكرة لعمار على الجانب الأيسر، عمار يحاول يفوت في موقف واحد ضد اثنين، فات عمار من واحد والتاني، إنما اتقطعت الكرة وعادت مرة أخرى لحارس مرمى الزمالك حتى الآن أحمد جمال اللي تصدى لكرتين. يعني الكرة الأولى اللي كانت طويلة والكرة الثانية اللي كانت طويلة، هو أبعد الكرتين عن منطقة جزاء نادي الزمالك في قراءة جيدة كانت من حارس المرمى أحمد جمال. رمي التماس للزمالك، لسه انطلاقة المباراة، لسه غياب الكرات على المرمى من الفريقين. أحمد جمال كان قام بالتغطية في كرتين اتلعبوا في عمق دفاع نادي الزمالك، ولكن يعني لا تعتبر خطورة. كرة كانت راجعة من وسط الملعب من يوسف حسن باتجاه منطقة الجزاء، حاول عليها لاعب النادي الأهلي إبراهيم عادل، ولكن طلع ومسكها كويس قوي أحمد جمال، والتانية كانت في عمق الملعب ويطلع ويمسكها أحمد جمال، طبعا في حضور مدير الكرة النهاردة كابتن عبد الواحد السيد. وما أدراك الكابتن عبد الواحد السيد، في أيامه وفي تألقه مع نادي الزمالك في فترة بداية الألفينات ونهاية التسعينات، أحد الحراس المميزين الموهوبين. عبد الواحد السيد موجود النهاردة طبعا مدير الكرة في نادي الزمالك، وبيتابع الأداء وبيتابع حراس المرمى. ودي كرة حلوة في الجانب الأيمن للزمالك، يحاول خروج بالكرة إنما ارتداد سريع من عناصر النادي الأهلي في الجانب الدفاعي، وضغط متقدم الحقيقة مميز جدا من عناصر النادي الأهلي في وسط ملعب نادي الزمالك، في وسط ملعب نادي الزمالك ضغط المتقدم. هل الكرات الطويلة يكون لها دور؟ هل الكرات السريعة يكون لها دور؟ هنشوف. هذا الضغط مازال مستمر من متيبة، لكن تعود مرة أخرى لمصلحة النادي الأهلي، يضغط أيمن، تراجع في الربع ساعة الأول من المباراة وترك الكرة والاستحواذ لمصلحة الضيوف في مباراة النهاردة، لكن لربما الكرات الطويلة يكون لها دور لأن النادي الأهلي بيلعب بضغط متقدم. في وسط الملعب وحيد ونقلات وضغط زملكاوي، راحت الكرة لمحمد إنما اتقطعت، تطول الكرة ترجع تاني أهلاوية عند يوسف جمال، وورا خالص بترجع لحارس المرمى حازم جمال، طويلة منه باتجاه الجانب الايسر، ولكن الخضري بدماغه يردها لعمار، استلام كويس من عمار يلحقها قبل ما تخرج، لسه الكره مع الزمالك وبينيه لكن بدون ربط في اللقطه اللي فاتت وتوصل لمصلحه النادي الاهلي. في التلت ساعه الاولى من المباراه النتيجه لازالت التعادل السلبي في بطوله الجمهوريه للشباب مواليد 2005. الزمالك يستضيف الأهلي ولا زال التعادل سلبي، وده ضغط جيد في أثناء التحضير، والكرة تطلع إلى خارج الملعب، رمي التماس من الجانب الأيسر لمصلحة الزمالك، محمد السيد استلام ويلعبها للخضري في الجانب الأيسر، الخضري يفتح اللعب ولكن لسه مقفولة المساحات، يحاول يخترق من الجانب الأيسر. شوف محمد السيد، يا عيني عليك غير اتجاه اللعب برؤية حلوة قوي قوي قوي، مهم قوي الرؤية في فرق الشباب، ومهم اللاعب اللي عنده رؤية انه يستخدمها في فك المساحات وفك الطلاسم من الجانب الأيمن. مطالبة بخطأ للزمالك وخطأ للزمالك. اللي عمل الكرة اللي فاتت هو محمد السيد من وسط الملعب، من وسط الملعب زي ما قلت لحضراتكم، كان شارك في مباراة الزمالك أمام النادي الأهلي السعودي، والله كان كويس في شوية اللي شارك فيهم محمد السيد، وكويس بمعنى أنه جيد في وسط الكبار
جيد في وسط الكبار، ظهر بشكل جيد هو وعمار ياسر في وسط الكبار في وسط الفريق الأول. على كل المشاهدين الكرام، ضربة ثابتة جديدة لمصلحة نادي الزمالك. أنس وائل من الجانب الأيمن هيلف كرة بشماله تلف لجوه، يمكن تلاقي عمار أو تلاقي متيبة القصير المكير واقف قدامنا في الحائط البشري، ولكن ادي الكرة بتتلف عالية باتجاه المرمى، خطر ابن ما يطلع من عمق دفاع النادي الاهلي محمد احمد، وتترد الكرة تاني لسه عالية، انما ضغط من الزمالك. الكرة الثابتة اللي فاتت خطيرة، متيبة يقف على الكرة ويستنى ويرجع بيها، تبقى الكرة زملكاوية، تبقى الكرة مع نادي الزمالك. من الشمال محاولات، لكن تصدي في الملعب المباراة مايلة الناحية دي، ادي ترقيصة انما يغطي كويس قوي الخضري، والخضري تقف تحت رجله وترجع تاني يخلصها وتخرج الى خارج الملعب، وضربة مرمى لمصلحة الزمالك. الكرات الثابتة واهمية الكرات الثابتة بشكل عام في الكورة بشكل عام أصبحت أحد العوامل المؤثرة جدا في النتائج، حتى في نتائج المباريات، والنهاردة طبعا في مباريات الناشئين نتابع فكر الكابتن محمد عبد الله في الكرة الثابتة. خلينا نشوف الـ 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 هل العامل الهوى مؤثر في ضربة المرمى اللي هيلعبها الحارس أحمد جمال. عالية المرة دي باتجاه وسط الملعب عند متيبة، انما يخلصها النادي الاهلي في وسط الملعب وتترد مرة تاني. محاولة لبناء اللعب، تدخل قوي وخطأ لمصلحة نادي الزمالك عند احمد الخضري، والتعليمات لازالت مستمرة من محمد عبد الله. سيد اسامة في التحضير بهدوء يهدي الريتم ويبتدي مع محمد ابراهيم و علي عبد المجيد. انس ينزل وسط الملعب يحطها لمتيبة على الدايرة تماما، يحط الكره على الشمال لعمار، وجرالو الخضري عمل الاوفر لاب كويس قوي، الخضري والاوفر، الخضري عايز يفوت عايز يخش لجوه ولا ده لعيب، انما تغطيه ممتازه برضو من دفاع النادي الاهلي في الكره اللي فاتت، والى ركنيه لمصلحه الزمالك، والى ركنيه جديده لمصلحه الزمالك في الدقيقه 23 في منتصف الشوط. هل ياتي الهدف في منتصف الشوط؟ محمد عبد الله والتعليمات، وركنيه لمصلحه نادي الزمالك. تقدم لاصحاب القامات الطويله، والكره العاليه على الايم البعيد، ومحاوله ولكن الى خارج الملعب، وضربة مرمى لا ركنية، خبطت في ظهر مدافع الاهلي في اللقطة اللي فاتت، خبطت في ظهر محمد لبيب وخرجت الكرة الى خارج الملعب، وركنية جديدة للزمالك من الناحية اليمين، وهتتلف بالقدم اليسرى عالية الكرة ممتازة داخل منطقة الجزاء، والله حلوة الكرة في ارتفاع حلو وفي منتصف خط الست ياردات، صعبة جدا الكرة اللي فاتت، انما ابعدها برضو دفاع النادي الاهلي بامتياز. رجعت الكرة تاني والتغطية من دفاع الزمالك بشكل جيد، ولكن اتقطعت الكرة ومتيبة يعطل اللعب، انما برافو برافو، شوف اللعيب المهاري بقى، شوف اللعيب المهاري في الجانب الدفاعي بذكاء، حط جسمه قدام لاعب النادي الاهلي في الكره اللي فاتت، كره عدت والراجل ما عداش، حتى ولو تم احتسابها خطا، فالراجل ده لعيب كوره يا جماعه، الراجل ده لاعب كوره. ادي الترقيص في وسط الملعب، حلو والله، بدا ياخد ثقه، يا عيني يا عيني يا عيني على اليمين، حلوه الكره يا ولد، ده لعيب وش رجله، انما يغطي دفاع النادي الاهلي، ولا زال ايمن بيحاول، ايمن بروح وبقتال يحط رجله، انما تطلع الكره الى خارج الملعب. لمستين من متيبة، ما تقوليش واقع على الارض، لا واقع على الارض، مش هو الخضري ولا محمد ابراهيم؟ محمد ابراهيم الف مليون سلامه. الكره اللي فاتت في اثناء بناء اللعب طبعا، يمكن
عناصر نادي الاهلي بيحاولوا يعطلوا فاول تكتيكي ومحاولة لتعطيل بناء الهجمة وسقوط على أرضية الملعب. علي عبد المجيد ألف سلامة عليك يا علي، نتمنى السلامة لكل اللعيبة اللي موجودين على أرضية الملعب. إنما لمستين لمستين من ترافيس موتيبا وكرة بوش رجله كده حطها حلوة إنما طويلة على أيمن أمير عبد العزيز الأوغندي. ترافيس موتيبا طبعا جوميز قال لك يلعب موتيبا مع الناشئين لاكتساب الخبرات تأقلم كل الأمور اللي هتنتج عن المشاركة النهاردة هي أمور إيجابية. هو موجود في الملعب النهاردة جوميز بالمناسبة طبعا 18 سنة بيلعب في وسط ملعب المهاجم أو مركز الجناح. فايبرس الأوغندي وكامبالا والدوري الجورجي بعد كده، وبعد كده ما لعبش هناك، فشل في استخراج تصريح العمل في جورجيا وبعد كده انضم لنادي الزمالك. نقلات زملكاويه بوش رجله موتيبا ونقله في وسط الملعب، استلام من انس على صدره تطول الكره وترجع مره تاني. نتيجه لازالت التعادل والكرات الطويله، الكرات الطويله يا شعار النادي الاهلي، وكره في الشبكه والهدف الاول لمصلحه النادي الاهلي. لسه بقول لحضراتكم الكرات الطويله، الكرات الطويله هي شعار النادي الاهلي، وينجح في التسجيل محمد احمد سعد الهدف الاول لمصلحه النادي الاهلي بكره طويله في العمق يتضرب بها دفاع الزمالك وفي الشبكه في شباك الحارس أحمد جمال، في شباك الحارس أحمد جمال طويلة في عمق الدفاع تكررت في أكثر من مشهد الحقيقة في خلال ال 27 دقيقة. وطبعا ما يقدرش يعمل لها أي حاجة أحمد جمال، شوف المساحة اللي متواجد فيها لاعب النادي الأهلي، مساحة كبيرة جدا ورؤيته للمرمى واضحة جدا جدا والزوايا كلها مفتوحة، ويتقدم النادي الأهلي بهدف أول في الدقيقة 27 من عمر اللقاء. في الدقيقة 27 طبعا مناوشات معتادة ما بين القطبين في كل المراحل السنية، تجد نفس المناوشات. الأهلي يتقدم بهدف و ادي الروح الطيبة طبعا اهو، والمحبة هي اللي بتدوم. ومهما حصل فريقين دول طبعا اخوات وحبايب، لكن المنافسة تحكم، المنافسة تحكم. الاهلي متقدم بهدف يشعل المباراة، يشعل المباراة عن طريق الكرات الطويلة، عن طريق الكرات الطويلة في عمق الملعب. وادي سقوط تاني على ارضية الملعب، طبعا حاول يكسر الريتم شوية النادي الاهلي بعد الهدف. انما هنشوف موتيبا هيعمل ايه، هو وعمار ومحمد السيد. لسه الزمالك لم يظهر الا من خلال الكرات الثابته. الخضري اكثر اللاعبين في ارضيه الملعب لمسا للكره، طويله منه الى خارج الملعب، حاول يدور على عمار ياسر ويوسف حسن وانس وائل في وسط الملعب. رجعت الكره تاني من الخضري، نقلات وكرات طويله في العمق مره تاني ومحاوله، انما المره دي قراءه جيده في اللقطة اللي فاتت من محمد إبراهيم، وتطول الكرة تخرج إلى خارج الملعب. خط الظهر الزملكاوي في مباراة النهاردة على خط واحد، وبالتالي الكرات الطويلة في العمق بتشكل خطر كبير، وتحديدا المكان اللي ورا أحمد الخضري الباك الشمال. زي ما قلت لحضرتك هو يمكن مفتاح اللعب في الدقايق اللي فاتت، هو اكتر واحد بيبتدي الهجمه لنادي الزمالك رقم 11 الباك الشمال. تدخل وتعود الكره مره تانية زملكاويه، توصل لعمار، يفوت عمار انما تخبط الكره وتطلع الى خارج الملعب.
الأجواء أجواء قمة. وأينما حل القميص الأبيض والقميص الأحمر تجد هذه الأجواء النهاردة في نادي الزمالك. أوه تاني اللمسة زملكاوية حلوة، الكرة خطرة خطرة خطرة، خبر أبيض على الكرة، مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول تضيع هجمة زملكاوية وتخرج إلى خارج الملعب في لقطة حلوة من ترافيس موتيبا وتفويتة أحلى من عمار ياسر، والكرة تطلع إلى خارج الملعب. حلوة الكرة اللي فاتت وتطلع الى خارج الملعب بعد تصدي في الكرة اللي فاتت من حازم زملكاوية. الكرة عرضية حلوة حلوة تاني، يطلع حازم بالبوكس انما يرتفع رتم اللقاء وتعود الكرة مرتدة لمصلحة النادي الاهلي في هجوم معاكس طويلة في الجانب الايمن، تغطية من الخضري ويرجع لمكانه تاني. زي ما قلت لحضراتكم النادي الاهلي بيعتمد على اللعبة الطويلة، وبالتالي خضر ارتد بشكل سريع وعادت الكرة، انما كرة ضيعة غريبة وعجيبة. محمد السيد في لقطة جميلة في التفويتة وعمار ببطل القدم كاد ان يفعلها عمار، انما كرة فيها رائحة الزمالك وعطر الزمالك انما لم تكتمل في اللقطة اللي فاتت. عادت مرة اخرى بالكعب حلوة من محمد السيد. يعجبني محمد السيد في وسط الملعب للامانة، عنده لمسة عنده لمسة، اللي فاتت عمل تفويتة حلوة من تمريرة كانت ملعوبة له، إنما نشوف دي عمار أهو ياخد الكرة عمار ويتوغل في عمق الملعب طول فيها شوية، تردت الكرة ورجعت لمصلحة الزمالك إنما عالية بدون عنوان يستردها النادي الأهلي. محمد السيد مرة تاني شوف الدماغ شوف الدماغ شوف الذكاء، يفتح مساحة لموتيبا على الجانب الأيمن واستلام من موتيبا، يستنى موتيبا يحطها في المساحة الفاضية، نقلات للزمالك، مثلث زملكاوي إنما قطعت الكرة. تراجع من النادي الأهلي، تراجع من النادي الأهلي وتراجع متوقع للأمانة، لأنه سجل هدف وبعدها لازم يعود للتأمين الدفاعي، و منطقي ان الزمالك يضغط. ادي يوسف يلعب واحده باتجاه ايمن، انما شوف الكرات الطويله، تدخل تدخل، والسيد اسامه تترد الكوره انما يخلصها يخلصها، ما كلموش بعض هما الاثنين هو محمد ابراهيم في اللقطه اللي فاتت، وعادت الكوره مره تاني لمصلحه نادي الزمالك. هدف وحيد في عمر المباراه، تحسن في الاداء الزمالكاوي بعد الهدف. ودي كرة من الجانب الأيمن، محاولة للزمالك، موتيبا استلام من موتيبا وسقوط على أرضية الملعب، وكابتن هيثم عثمان حكم اللقاء بيقول يلعب، تترد الكرة لمصلحة النادي الأهلي على الجانب الأيمن، محاولة في المكان المحبب والمفضل النهاردة، ولكن برافو الخضري عامل ماتش كويس قوي ومجهود كبير جدا من الباك الشمال. شوف لسه بقول لحضراتكم الكرة جت في بطنه، إنما مجهود كبير مجهود كبير من الباك الشمال النهارده في تشكيلة نادي الزمالك. الخضري كمل، يوسف كمال ويوسف السيد نمرة 6، وكمان ابراهيم عادل نمرة 15 في اللقطة اللي فاتت كان متقدم، ام الخضري هو سليم. وادي الكابتن محمد عبد الله يراقب ويتابع احداث المباراة في ركنية جديدة لمصلحة النادي الأهلي، ركنية من الجانب الأيمن. داخل منطقة الجزاء ولكن برافو يطلعها أحمد جمال بالبوكس، نموذجي الحقيقة من أحمد جمال. طبعا نحاول نقول لحضراتكم اللقطات المضيئة في أرضية الملعب، اللقطات الحلوة من هؤلاء اللاعبين المميزين. الكرة اللي فاتت جمال طلعها بامتياز، طلعها بامتياز، خرج البوكس على جنب من جناب الملعب بشكل مميز، شايف الكرة خارج كويس وأبعد الكرة. أحمد جمال حارس مرمى نادي الزمالك، رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي، بتلعب طويلة في عمق المنطقة، وادي ترقيصة حلوة بيعجبني محمد السيد، إنما ما تطولش يا محمد، خد فاول، ماشي، خد فاول، يعدي كويس قوي وياخد فاول، برضو في عناصر النادي الأهلي أحمد وحيد على ما يعني يتضح لنا المشهد بشكل أكبر، لأن رميات التماس بتنفذ من الجانب الأيسر في النادي الأهلي بقوة كبيرة.
لازم نشوف مين اللي بيلعب رمية التماس في النادي الأهلي بهذه القوة، ونشيد ببردول، لأن زي ما قلت لحضراتكم هي عناصر مستقبلية للكرة المصرية، طويلة الكرة لمصلحة النادي الأهلي من الناحية اليمين ومحاولة، لكن استعاد الزمالك صلابة دفاعية شوية بعد فترة الهدف، وبدأ يضغط بضغط مكثف شوية برضو في وسط الملعب أزيد، وتجد الزمالك وصل في كرة كانت في منتهى الخطورة، عمار عايز يحطها ببطن القدم، لو حطيتها أرضية عمار أو حطيتها في زاوية من الزوايا، إنما هو حطها في نص الجول في الحتة اللي واقف فيها حمزة، وبالتالي صدها حمزة، ياخد فاول في وسط الملعب. متيبة ويلعبها لمحمد السيد، ماشي محمد في وسط الملعب وجراله على اليمين في الجانب الأيمن علي اللي بيستلم ويستنى يبص على العرضية، إنما مقفول عليه، يحاول يفوت في موقف الواحد ضد واحد، انما يغطي كويس دفاع النادي الاهلي ويضغط فيها ولد يا لعيب علي، ولسه الكرة ما خرجتش، لسه زملكاويه واصرار كبير في اللقطه اللي فاتت، ولكن تبعد الى وسط الملعب، عادت زملكاويه مره تاني، انس استلام كويس قوي ويلعبها على الجانب الايسر للخضري، الخضري يلعب واحده طويله باتجاه عمار، ولكن التدخل سليم والكره الى خارج الملعب، وركنيه جديده لمصلحه الزمالك. الحكم بيقول رمي التماس، الحكم بيشير برمي التماس من الجانب الايسر النشيط، الخضري يظهر له انس، وانس يبص على منطقه الجزاء ويلعب واحده انما عاليه وبعيده على ايمن، بضغط من ايمن يقطعها والله في من 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 عمرو، من عمرو زكي شويه، ضغط على كل كوره، البنيان القوي احد المهاجمين اللي ارتدوا التيشيرت الابيض عمرو زكي، طبعا بنبعت له كل التحيه، مهاجم منتخب مصر ونجم نادي الزمالك كابتن عمرو زكي، فكرنا بيه ايمن والله في مباراه النهارده. نقلات لمصلحة الزمالك في وسط الملعب، يوسف على اليمين والضغط زملكاوي، والكرة الطويلة عالية باتجاه عمار، لكن الإبعاد ترجع للخضري الباك الشمال، استلام تطول الكرة ورمي التماس لمصلحة النادي الأهلي، جري كتير الخضري في الشوط الأول، نقلات لمصلحة النادي الأهلي، هدوء في أرضية الملعب ونقلات أهلوية تنتهي بكرة عالية ياخدها متيبة في وسط الملعب، يغير اتجاهاته ويرجع بيها لورا، علي يلعب واحدة طويلة وبالكعب من ايمن، يفوت ايمن كويس من اليمين، يا ولد لعيب بقول لحضراتكم يفكرني والله بعمرو، وادي ترقيصة تاني زي بتاعت امبي في الكاس، انما يطلعها دفاع النادي الاهلي، حلوة الكرة اللي فاتت، حلوة الكرة اللي فاتت، شوف اهو اهو لسه بقول لحضراتكم، ايمن امير عبد العزيز، حلوة الكرة اللي فاتت ورقص كويس قوي، انما دفاع النادي الاهلي يطلع الى خارج الملعب، وضربة ركنية لمصلحة الزمالك. عالية داخل منطقة الجزاء باتجاه عمار، ولكن يطلعها دفاع النادي الاهلي. مطالبات من على الخط من جهاز الفني لنادي الزمالك على الخط بيقول اضغط يا عمار، اضغط يا عمار، رجعت لجمال، شوف الكرة حتى ببطن القدم، الهوا يا جماعة الهوا ده اتجاهه، اتجاه دكة بدلاء النادي الأهلي كده، شوف الترقيصة، ادي الكرة اللي بقول لحضراتكم عليها، هنا عمرو زكي حط بشماله على طول،
حط بشماله كان هدف في نهائي الكاس امام انبي كان سجله عمرو زكي على ما اتذكر. ولكن هي ماركه الزمالك، ادي كوره للنادي الاهلي من اليمين ومحاوله للعب كوره عرضيه داخل منطقه الجزاء تروح باتجاه المرمى وتطلع الى خارج الملعب. الخبرات هي الهدف من هذا اللقاء، الخبرات هي الهدف من المسابقه كلها بشكل عام. و طبعا نادي الزمالك النهارده بنتفرج على اسماء وعناصر موجوده في ارضيه الملعب، الحقيقه اسماء مميزه، اسماء مميزه، محمد السيد واحمد جمال حارس اللي خرج في كورتين بشكل مميز، وادي موتيبا اهو ياخد الكوره ويستنى في وسط الملعب. وفي النادي الاهلي شفنا اسماء برضو، ومحمد السيد يحاول يحتفظ بالكره تحت ضغط، برافو يا محمد، برافو يا محمد، وبرافو يا يوسف، انما تخرج الكره الى خارج الملعب ورمي التماس على يوسف، على يوسف عمار شفناه مع الفريق الاول، انس قدم اليسرى والقدم اليمنى الكابتن رقم 10 انس وائل، نقلات ورمت التماس ثم الى خارج الملعب، رمي التماس مره اخرى، ادي الحضور الزملكاوي. وزي ما قلت لحضراتكم مجلس الاداره بالكامل النهارده موجود في ارضيه الملعب، الكابتن حسين لبيب ومجلس الاداره وجوميز موجود، خوسيه جوميز موجود ويتابع. نقلات ل ادي الحضور زي ما بقول لحضراتكم مجلس اداره بالكامل موجود يساند ويؤازر، بينما في اخر لحظات الشوط النتيجه لازالت لمصلحه النادي الاهلي بهدف وحيد. تردت الكره عمار في خطا في وسط الملعب، ظهر فريق الزمالك في كره في منتهى الخطوره، هي اخطر الكرات كانت في الشوط، في تغيير، في تغيير علي نوفل، علي نوفل وتغيير في الدقيقة 42. اتمنى السلامة للكل، ان شاء الله يكون تغيير تكتيكي، ان شاء الله يكون تغيير تكتيكي. علي نوفل يدخل في تشكيلة نادي الزمالك، رايح على مركز الباك اليمين على طول. ردت الكرة مرة تاني على الجانب الأيمن، نقلات ومحاولات في وسط الملعب لامتلاك الكرة، محمد السيد بباطن القدم يرجع بيها لأسامة، منه إلى محمد مرة تاني، علي اللي لسه نازل، يوسف، كلها نقلات لمصلحة نادي الزمالك في المناطق الدفاعية، في المناطق الدفاعية، في مناطق بناء اللعب، في ضغط، ولكن سيد أسامة خرج بيها كويس قوي وحطها لعمار، ده أنس، إنما اتقطعت الكرة وعادت مرة أخرى هلاوي. شوف الكرة الطويلة، شوف الكرة الطويلة خطيرة داخل منطقة الجزاء، ومحاولة جديدة للنادي الأهلي، عرضية باتجاه إبراهيم، إنما تحدي إلى الجانب الأيمن وبرضه بدون ضغط، إنما يضغط في اللقطة اللي فاتت ويطلعها دفاع نادي الزمالك، محمد إبراهيم يحط رجله ويطلع الكرة إلى خارج الملعب. الكرات الطويلة هي سلاح النادي الأهلي في الشوط، ونجح إنه يسجل منها ويشكل الخطورة. هل يقدر محمد عبد الله في الشوط الثاني إنه يتصدى لهذا الأمر؟ هنشوف. ركنية لمصلحة النادي الأهلي من الجانب الأيمن، ركنية لمصلحة النادي الأهلي من الجانب الأيمن، وآخر دقائق الوقت الأصلي من الشوط الأول تتنفذ الركنية عالية، ولكن إبعاد وتعود مرة أخرى، عادت الكرة مرة أخرى لمصلحة الزمالك، نقلة لموتيبا يلعبها حلو، يلعبها حلو موتيبا، برضو بيخلص نفسه من المواقف الصعبة ترافيس موتيبا، هو محطوط على الجانب الأيمن النهاردة. عمار خرج في تشكيلة نادي الزمالك زعلان ونزل مكانه علي، طبعا النهاردة المواجهة ومحدش عايز يخرج من الملعب، أمر طبيعي
وفي قطاعات الناشئين دايما محدش يحب يخرج ابدا، يعني طبعا اللي عمله الزعل والمضايقه حاجه يعني هيتكلم فيها. عمار ياسر اللي خرج وعلي نوفل اللي نزل. عادت الكره مره تاني لمصلحه الزمالك، انس يلعبها لايمن يحاول يفوت من وسط اتنين، شوف الالتحامات، شوف عمرو عمرو عدى كويس والله، خدها كويس لنفسه، اتلعبت له انما طويله، خلصها كويس قوي انس بلمسه انس، انما تطول الكور. تدخلات قويه في المباراه. الشوط الثاني هيكون منتظر مشاهدينا الكرام متابعي قناه الزمالك. الزمالك متاخر في النتيجه 1-0 امام النادي الاهلي، هدف سجله محمد احمد سعد من كوره طويله كانت هي سلاح النادي الاهلي في الشوط الاول، ونجح انه يسجل من خلالها من خلال عمق الملعب. تطلع الكوره يوسف حسن، سلامات ليوسف، الف مليون سلامه، الف مليون سلامه. هذه الكوره اللي كانت ما بين انس وما بين ايمن امير عبد العزيز، مشروع عمرو زكي جديد في فريق 2005 في الزمالك، وسقوط على أرضية الملعب يوسف، ألف مليون سلامة، إن شاء الله سليم. خلاص آخر لحظات الشوط الأول من عمر المباراة في بطولة الجمهورية، وعادي التدخل بتاع يوسف، يمكن داس على إيده، يمكن داس على إيده، معلش، ان شاء الله سليم، ان شاء الله سليم. لاعب نادي الزمالك يوسف احمد حسن رقم 19، هو سند بس على ايده، ولقطه من بعيد، يمكن لاعب النادي الاهلي في الكره اللي فاتت داس على اصابع اليد عند يوسف احمد حسن. على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الزمالك، الشوط الاول لحظات وينتهي، الزمالك متأخر في النتيجة، والجولة الأولى من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب في مواليد 2005، والتقدم أهلاوي. ولكن هذه الكورة أمام حضراتكم، شوف إيده، هي الأخيرة دي، الأخيرة دي، ألف سلام عليك يا يوسف، وأعتقد هيقوم يكمل من اللعيبة الرجالة يوسف أحمد حسن في وسط ملعب نادي الزمالك. اتلعبت الكورة طويلة باتجاه عمق دفاع الزمالك، وتسديده كرباك انما الى خارج الملعب، الى خارج الملعب، وضربه مرمى في اللقطه اللي فاتت محمد احمد سعد. ادي الكوره والخروج بالكوره، لكن هناك خطأ لمصلحه الزمالك، حاول يلعبها على الجانب الايمن في اللقطه اللي فاتت علي عبد المجيد، انما خرجت الكوره، وكان الكابتن هيثم مدي فاول لمصلحة الزمالك. محمد السيد يقع على الأرض، وخطأ للزمالك في آخر لحظات الشوط، في آخر لحظات عمر الشوط الأول، والضغط في وسط الملعب، وخطأ جديد لمصلحة الزمالك. حماس كبير ما بين اللاعبين، وهو حكم العمر وحكم السن، حكم المرحلة السنية، حماس كبير، المباراة تتوقف كثيرا، وفي هذه اللحظات ينهي الكابتن هيثم عثمان الشوط الأول، التقدم أهلاوي 1-0 في انتظار شوط ثاني مثير ما بين الفريقين. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الزمالك، وأحداث الشوط الثاني من قمة بطولة الجمهورية لمواليد 2005، والتي تجمع بين نادي الزمالك والنادي الأهلي. الشوط الأول انتهى بنتيجة 1-0 لمصلحة الضيوف. النادي الأهلي تقدم عن طريق اللاعب محمد أحمد سعد رقم 30. الكرات الطويلة كانت شعار النادي الأهلي في الشوط الأول
الأول ونجح من خلالها في أنه يسجل هدف اللقاء الوحيد. شوط تاني منتظر مشاهدين الكرام ما بين الزمالك والأهلي في قمة الناشئين لبطولة الجمهورية. لحظات وتنطلق أحداث الشوط الثاني بصفرة الكابتن هيثم عثمان، وعلى بركة الله الزمالك والأهلي 1-0 للنادي الأهلي كانت نتيجة الشوط الأول. ضغط زملكاوي، وكاد أن يسجل نادي الزمالك من فرصة كانت خطيرة عمار ياسر، ولكن تصدى إليها الحارس حازم جمال وخرج عمار ياسر في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ونزل مكانه علي نوفل رقم 4، كان التغيير الوحيد على تشكيلة الفرقتين. لحظات الحماس، الحماس دايما موجود في مباريات الناشئين، الخبرات تكتسب مشاهدينا الكرام من هذه المباريات. الحضور في هذا اللقاء حضور مميز جدا جدا جدا، مجلس إدارة نادي الزمالك، مدرب نادي الزمالك طبعا بقيادة ورئاسة الكابتن حسين لبيب موجود، لفيف من الحضور في هذا اللقاء، والزمالك تحت الأنظار، اللاعبين الجدد والأسماء اللي قد تحمل راية الزمالك في المستقبل تظهر في أرضية الملعب. الشوط الثاني أحمد جمال حارس مرمى لنادي الزمالك، والدفاع علي عبد المجيد، السيد أسامة محمد إبراهيم الخضري، وفي وسط الملعب محمد السيد ويوسف حسن وعلي نوفل وترافيس موتيبا وأنس وائل ومهاجم وحيد أيمن أمير عبد العزيز. بينما تشكيلة النادي الأهلي في الحراسة حازم جمال اللي بيبتدي هجمة ومضغوط عليه، اتقطعت الكرة عادت للزمالك، ترجع مرة تانية علي نوفل يلعبها على الجانب بالأيسر، وبداية للشوط الثاني بضغط زملكاوي على الخط الخلفي لدفاع النادي الأهلي وافتكاك للكرة واستعادة الكرة في المناطق الدفاعية، ولكن المحاولة إلى خارج الملعب ورمي التماس لمصلحة الزمالك. محمد أحمد، يوسف السيد، أحمد وحيد، يوسف جمال، عبد الرحمن خالد، طارق فوزي، إبراهيم عادل، و محمد أحمد سعد اللي سجل الهدف الوحيد. هي تشكيلة الضيوف في مباراة اليوم. الكرات الطويلة، الكرات الطويلة وخطورة الكرات الطويلة على دفاع الزمالك اللي عنده غيابات، بينما الكرة أهلاوية، لا سلام على القراية، أراها كويس قوي قوي دفاع الزمالك، علي يسترد الكرة ومحاولة لبناء الهجمة في وسط الملعب، ولكن أيمن أمير عبد العزيز يقع على الأرض. المشاغب أيمن أمير عبد العزيز في أكتر من كرة الحقيقة على مستوى المباراة النهاردة، تحرك بشكل كويس على اليمين وعلى اليسار، وادي كرة تانية طويلة يتحرك على الجانب الأيسر المرة دي، وتحت الحراسة تطلع الكرة إلى خارج الملعب ورمية تماس لمصلحة الزمالك، طويلة في الشمال، عرضية داخل منطقة الجزاء، إنما ما فيش حد جوه المنطقة. متأخر في اللقطة اللي فاتت ترافيس موتيبا، وخرجت الكرة إلى خارج الملعب، خرجت إلى خارج الملعب ورمي التماس، علي نوفل البديل ورمي التماس لمصلحة الزمالك، أحد اللاعبين من تشكيلة النادي الأهلي على أرضية الملعب، أتمنى السلامة لكل اللاعبين الموجودين على أرضية الملعب، إخواتنا الصغيرين، ولادنا ونجوم المستقبل فيما هو قادم، نتمنى لهم كل السلامة. لازال اللعب متوقف مع مطلع الشوط، وقع على الأرض لاعب من النادي الأهلي، أعتقد يوسف السيد، الحضور كابتن حسين لبيب وأعضاء مجلس الإدارة جوميز وجهازه المعاون والحرص على التواجد والدعم. ألف سلامة ليوسف السيد، ألف مليون سلامة، إن شاء الله سليم. وينزل إلى أرضية الملعب، رمية التماس علي نوفل، قطع كورة كويسة قوي علي. في مسألة الكرات الطويلة الأهلي بيلعب اللعبة السريعة الطويلة من لمسة واحدة باتجاه عمق الدفاع الزمالكاوي. تغيير عمله محمد عبد الله، خرج عمار وينزل علي على الجانب الأيمن. نقلة في
وسط ملعب النادي الاهلي، موتيبا بيغير اتجاهاته كويس قوي، حافظ على الكره ويحاول يفوت يعدي في مساحه قصيره ويلعب واحده على الشمال خطيره لايمن ولكن الى خارج الملعب وتماس. اعتقد انه موتيبا في عمق الملعب قد يشكل خطوره اكبر من تواجده في مركز الجناح في اقصى الجانب الايمن، كان بيلعب في الشوط الاول. رمي التماس للزمالك، هتتلعب طويله داخل منطقه الجزاء تبحث عن راسيه، ولكن الراسيه تاتي من دفاع النادي الاهلي والابعاد تصل مره اخرى على الجانب الايسر، لكن ابعاد مره تاني من دفاع النادي الاهلي والى تماس، والى تماس. تراجع متوقع من عناصر النادي الاهلي في الشوط الثاني، وهجوم متوقع من نادي الزمالك في مطلع الشوط. يا ترى ايه اللي هيحصل في الشوط الثاني؟ هنشوف ونتابع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الزمالك. المتحرك ياخد فاول في مكان مميز، وايمن امير عبد العزيز هو الاسم اللي ظاهر حتى الان في التشكيله الزملكاويه في الجانب الهجومي. الشوط الاول كره عمار كانت في منتهى الخطوره، محمد السيد في وسط الملعب اداء جيد في الشوط الاول، وترمومتر وسط الملعب في نادي الزمالك هو محمد السيد، هيلعب هو الفاول لمصلحه الزمالك. الكرات الثابته واهميه الكرات الثابته في تواجد للسيد اسامه رقم 5، غيابات عن فريق نادي الزمالك 2005 ده في 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 الخط الخلفي، احمد مجدي وهشام فؤاد الاثنين مش موجودين، وكمان حسن ابو المعاطي ده باك شمال مش موجود للاصابه، نتمنى لهم السلامه. فاول للزمالك في الدقيقه 5، ومحمد السيد بالقدم اليمنى يلفها داخل منطقه الجزاء تبحث عن الراسيه الزملكاويه، لكن ابعاد وسقوط داخل منطقه الجزاء، وتعود مره اخرى لخط ظهر الزمالك ورا خالص لحارس المرمى احمد جمال ضمن اللعيبة اللي بتشارك دايما مع دي كمان تغيير لمصلحة النادي الاهلي. محمد رأفت بينزل مكان يوسف نمرة 6، ألف سلامة عليك يا يوسف اللي كان وقع في الجانب الأيمن، وتردت الكورة لمصلحة الزمالك من الجانب الأيسر، عرضية عالية داخل منطقة الجزاء يمسكها حارس المرمى حازم جمال بإيده يحطها بره. حازم لاعب تاني واقع، الحكاية ألف سلامة، سقوط من جديد. محمد رأفت لسه نازل، اللي وقع على الأرض ده محمد أحمد سعد اللي جايب الهدف نمرة 30، مهاجم وراجع طبعا عشان يقوم بالدور الدفاعي وعلى أرضية الملعب. كنت بكلم حضراتكم على الغيابات عن نادي الزمالك في هذا اللقاء، وكنت بتكلم على الغيابات في خط الظهر تحديدا، الغيابات في خط الظهر تحديدا احمد مجدي وهشام فؤاد وحسن ابو المعاطي. بالمناسبه من اللعيبه اللي دايما موجوده في منتخب الشباب بشكل شبه دائم في المعسكرات والبطولات، يعني احمد جمال الحارس اللي بيشارك، يوسف حماده ايضا حارس مرمى، واحمد مجدي المدافع زي ما قلت لحضراتكم، وهشام فؤاد مدافع وبيغيب للاصابه، وحسن ابو المعاطي الى جانب طبعا لاعبين اخرين في نادي الزمالك. هيستأنف اللعب مره اخرى الشوط الثاني، الريتم لازال لم يرتفع، والامر طبعا في مصلحه شباب النادي الاهلي لانه هو متقدم في النتيجه 1-0 بهدف سجل في الشوط الاول، والنتيجه في مصلحته، وبالتالي الجانب الدفاعي هو الملاذ دلوقتي او المخرج يعني من الضغط الزملكاوي في بدايه الشوط. خلينا نشوف الخضري تدخل والكوره ترجع في وسط الملعب، يوسف استلام ولكن الحكم بيقول العب الكوره مع الزمالك في الشمال، يتحرك انس في الجانب الايسر ومحاوله زملكاويه لكن تراجع من الدفاع الاهلاوي، ويوسف يلعب واحده انما بدون ربط تطلع الكوره الى النادي الاهلي، ضربه مرمى، ضربه مرمى. براحته خالص طبعا هيلعبها حازم جمال، ياخد كامل وقته في لعب ضربه المرمى. يا ترى الجهاز الفني هيقدم ايه؟ كابتن محمد عبد الله
رمت ضربة المرمى، شوف برضو راحت هنا لموتيبا. الهواء كده في سكة أو في مصلحة نادي الزمالك، في اتجاه نادي الزمالك. خلينا نشوف، رجعت الكرة لحازم جمال حارس مرمى النادي الأهلي، طويلة منه باتجاه وسط الملعب، الكرات الطويلة سيد أسامة ويقطعها دفاع نادي الزمالك على مرتين، لازال الضغط أهلاوي والمحاولة لاستخلاص الكرة عادت مرة أخرى على حدود منطقة الجزاء، طويلة لكن استخلاص مرة تاني، تعود الكرة أهلاوية، عبد الرحمن خالد يرجع بيها لأحمد وحيد، ومن وحيد يرجع ورا خالص، والنقلات لازالت مستمرة، وفوزي يحاول يلعب كرة طويلة إنما تتقطع، ترجع تاني لأنس في وسط الملعب، أنس وائل ياخد رمي التماس، حاول الزمالك إنه يرفع رتم المباراة إنما الكرات الطويلة، الكرات الطويلة هي شعار النادي الأهلي حتى الآن، تراجع الدفاعي طبعا وإغلاق المساحات، لربما تأتي الخطورة من المهارة الزملكاوية. لربما تأتي الخطورة من المهارة الزملكاوية في الدقايق اللي جاية. في حالة انتهاء المباراة بالتعادل سواء كان إيجابي أو سلبي، يتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والفائز بركلات الترجيح بياخد نقطتين، والخاسر بياخد نقطة واحدة. ترجع الكرة مرة تانية، هي انطلاقة المرحلة التانية من بطولة الجمهورية، أول مباراة، أول مباراة. عادت مرة أخرى لوحيد من عناصر النادي الأهلي، تردت علي نوفل يحافظ على الكرة علي ويلعبها لموتيبا، إنما تترد الكرة مرة تاني، وصراع بدني كبير زي ما قلت لحضراتكم، هي شعار المرحلة السنية، الاندفاع البدني الكبير، المحاولة على كل كرة، الاحتكاكات، هذه الكرة العالية تاني يطلعها السيد أسامة، يوسف حسن في وسط الملعب يخسر الكرة وياخدها وحيد ويقع على الأرض، فاول لمصلحة النادي الأهلي، فاول لمصلحة النادي الأهلي في شوط تاني حتى الآن 11 دقيقة من انطلاقة الشوط، والهدوء يخيم على أرضية الملعب حتى الآن، التقدم أهلاوي. عادت الكرة على دائرة وسط الملعب، نقلات لمصلحة النادي الأهلي ومحاولة لامتلاك زمام الأمور في الشوط الثاني. محمد لبيب على الجانب الأيسر، استلام طويلة لكن علي نوفل يقراها ويبعد الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس أمام أنظار الكابتن محمد عبد الله وجهازه المعاون كابتن محروس السيد وكابتن محمد عبد الجواد وكابتن خالد عمران وياسين السيد الإصابات والتأهيل، محمد سيد مسؤولا للمهمات، مشرف على الفريق كابتن نصر إبراهيم. طبعا ده الجهاز الزملكاوي، بينما المسؤول عن قطاع الناشئين الكابتن الكبير كابتن محمد حلمي طبعا، وكابتن حازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، كابتن شكري حسن المدير الإداري، وكابتن عماد المندوه المدير الفني لحراس المرمى بقطاع الناشئين، طبعا كابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة بجانب الكابتن حسين السيد عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن ملفات قطاع الناشئين. الكرة اللي فاتت طويلة إنما يخرج حارس النادي الأهلي حازم جمال، ونقلات مع بداية هجمة لمصلحة النادي الأهلي في شوط تاني حتى الآن، داخلين على الربع ساعة الأولى مشاهدينا الكرام متابعي قناة الزمالك في كل مكان، والتقدم أهلاوي، وحتى الآن هذه الخضري في مركز جديد، وكرة طويلة على الجانب الأيمن لمصلحة الزمالك، يحاول فيها كويس قوي أيمن، ولسه الكرة إنما ضاعت على نادي الزمالك، عادت مرة أخرى لمصلحة النادي الأهلي. محمد لبيب على الجانب الايسر تحت ضغط محمد وتدخل خضري، والله عجبني الخضري كويس قوي، روح قتاليه، وكان بيلعب في مركز الباك الشمال في الشوط الاول، وادي محمد السيد عايز يلعب كره عرضيه انما تصطدم كثافه كبيره في المنطقه اللي فيها الكره عموما،
مشاهدينا الكرام، يعني اي حته فيها الكره تجد الكثافه، بينما كره خطيره جدا لمصلحه النادي الاهلي محمد احمد سعد، وانطلاقه على الجانب الايمن، تسديده اي حاجه اي حاجه فوق بره خالص بره خالص، الى ضربه مرمى في كره من عبد الرحمن خالد نمره 8، جسمه مش مظبوط، يشوط واحده بعيده عن مرمى احمد جمال، يبتدي الهجمة أحمد من الجانب الأيسر مع صيحات الحضور في ملعب المباراة، العب يا زملكاوي. أنس يرجع بيها للخط الخلفي محمد السيد، مرور بشكل جميل وبداية هجمة للزمالك في وسط الملعب، محمد السيد مرة تاني، لازم حد يقرب، لازم حد يقرب، لازم حد ينزل ويستلم ويقرب. شوف عبد الرحمن بيتكلم، عبد الرحمن خالد لاعب النادي الاهلي نمره 8، ورجعت الكره مره تاني لمصلحه الزمالك من الجانب الايسر، محاوله للمرور انما مقطوعه الكره، ويحط رجله في الكره انس ويطلعها الى خارج الملعب رمي التماس لمصلحه النادي الاهلي. الحذر والهدوء في مطلع الشوط الثاني، استعادت الكرة مرة تاني من عناصر نادي الزمالك يوسف، إنما مقطوعة وترجع للنادي الأهلي، محمد لبيب في الشمال يضغط عليه الخضر، شوف الخضر، شوف الخضر ده اللي نمرة 11 في تشكيلة الزمالك، شفناه في مركز الباك، مركز الباك. تغييرات للزمالك، تغييرات في تشكيلة الزمالك، ياسين حافظ، ياسين محمد حافظ، ولا ده احمد خالد، احمد خالد رقم 9 احمد خالد، ويوسف وائل رقم 8، احمد خالد ويوسف وائل الاثنين بعد ربع ساعة من زمن الشوط الثاني. هيطلع يوسف على ما اعتقد، يوسف حسن هيخرج، يغادر التشكيلة الزملكاوية ويدخل أحمد خالد، عنده 4 أهداف مع نادي الزمالك. أحمد خالد ويوسف، أدي موتياب استلام، ترقيصة حلوة في وسط الملعب من محمد السيد، فوت بشكل جميل، يسند على علي، علي نوفل عايز يلعب واحدة في العمق حلوة من علي، إنما أقرب لحارس مرمى النادي الأهلي حازم جمال. يوسف وائل بينزل مكان يوسف حسن، وأحمد خالد هنشوف نزل مكان مين. أحمد خالد تردت الكرة مرة تانية، استعادة للكرة من عناصر الزمالك في وسط الملعب، تعود مرة أخرى لكن كثافة في وسط الملعب الدفاعي للنادي الأهلي، وبالتالي استرجاع الكرة، تدخل وتدخل آخر، ثم استعادة الكرة في وسط الملعب لنادي الزمالك، تعود مرة أخرى لموتيابا، يعدي من وسط اثنين وسقوط على أرضية الملعب، ومحمد السيد يخرج الكرة بروح رياضية وهو زعلان، وهو زعلان. شوف التحية على طول من زميله عبد الرحمن خالد في اللقطة اللي فاتت، ده محمد رأفت اللي بيتكلم، محمد رأفت نمرة 7 راح لمحمد السيد كده بيقول له يعني شكرا انك خرجت الكورة، محمد عايز يلعب الكورة بسرعة عشان الريتم، ولكن الروح الرياضية والسلامة لكل اللعيبة اللي بننشدها الحقيقة في كل الملاعب المصرية، نتمنى السلامة لكل لاعبتنا الحقيقة، خصوصا في المراحل السنية للناشئين الإصابات بتكون صعبة، أتمنى السلامة لكل لاعبتنا. نظام بطولة الجمهورية زي ما قلت لحضراتكم، الزمالك ختم المرحلة الأولى في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وزي ما قلت لحضراتكم فاز في 10 مباريات في الوقت الأصلي، خد منهم 3 نقاط، والفوز في 4 مباريات بركلات الترجيح، وزي ما قلت لحضراتكم وارجع افكر حضراتكم تاني، وفقا للائحه الخاصه بالبطوله الفائز في ركلات الترجيح بياخد نقطتين والخاسر بياخد نقطه، مفيش مباريات بتنتهي بالتعادل في بطوله الجمهوريه. زد متصدر
وإنبي في المركز الثاني، الأهلي في المركز الثالث زد عنده 46 نقطة، إنبي في المركز الثاني عنده 42، الأهلي 41 في المركز الثالث، ثم يأتي الزمالك في المركز الرابع ب 40 نقطة، وطبعا لسه المرحلة الثانية بتبتدي، دي الجولة الأولى. سلامات للاعب النادي الأهلي. في شوط ثاني تحت شعار الحذر، كل الحذر في أرضية الملعب، ادي كابتن حازم إمام والكابتن محمد عبد الله، وترقب لشوط ثاني. الحقيقة مر منه الوقت ونقترب من الثلث ساعة الأولى من الشوط، لكن تشعر عزيزي المشاهد ان مفيش رتم في أرضية الملعب، دايما سقوط من اللاعبين على أرضية الملعب، وبالتالي الزمالك ما جالوش فرصة انه يرفع الرتم او يعمل هجوم مركز في لقطة من اللقطات. رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي اللي زي ما قلت لحضراتكم زي ما هو مش هيغير حاجة وهيفضل بنفس الشكل إلا إذا تبدلت الأمور في أرضية الملعب. أدي سقوط تاني على أرضية الملعب، صحيح بنتمنى السلامة لكل اللعيبة، إنما حتى الآن الأمور في أرضية الملعب الريتم حتى الآن لم يرتقي ولم يرتفع في 20 دقيقة لعب حتى هذه اللحظة يا عبد الرحمن. عبد الرحمن خالد نمرة 8، تعود الكرة مرة أخرى بروح رياضية لمصلحة عناصر الزمالك. شوف علي نوفل إشارة إيده اللي هو خلي الكرة في الملعب، يعني مش عايزها تخرج إلى خارج الملعب، والحضور الزملكاوي والكابتن حسين لبيب ومجلس إدارة القلعة البيضاء عمل كبير جدا جدا جدا، يعني ظهر في الفترة اللي فاتت استعادة الزمالك لخطورته في سوق الانتقالات. زملكاوية الكورة في وسط الملعب، تعود مرة أخرى للأوغندي، استلام بدوران ترافيس موتيابا، طويلة الكورة لمصلحة الزمالك على الشمال، محاولات للاختراق من الجانب الأيسر، تحركات علي وتردت الكرة مرة تانية لمصلحة الزمالك في وسط الملعب، تحسن في أداء الزمالك على الجانب الأيمن اليساري، يلعب واحدة حلوة داخل منطقة الجزاء باتجاه أنس، إنما يطلعها دفاع النادي الأهلي إلى ضربة ركنية للزمالك من الجانب الأيمن. الخطورة تأتي من الكرات الثابتة كانت في الشوط الأول، وادي أنس رايح يلعب الكرة بسرعة، أنس وائل هيلفها برجله الشمال لربما تجد أحمد خالد، وادي كرة عالية خطيرة جدا تفوت من الكل ولسه في الملعب، لسه في الملعب زملكاوية، تروح على الجانب الأيسر تتلف بالقدم اليمنى تروح لأنس في أقصى الشمال الزمالك، الزمالك لازال يبحث عن رأسية، لازال يبحث عن رأسية، وادي كرة عالية تاني إنما تترد من دفاع النادي الأهلي، والكرات الطويلة والكرات الطويلة، إنما التغطية التغطية في اللقطة اللي فاتت التغطية زملكاوية، والكرة تعود مرة أخرى لوسط الملعب في النادي الأهلي من الجانب الأيمن. خضري اللي قدامنا في المشهد رقم 11 بدأ في مركز الباك الشمال المباراة ودلوقتي بيلعب في الجناح، عادت مرة أخرى يوسف وائل يحاول إنما راحت على اليمين، شوف ثلاثة على ثلاثة، بيرجع أنس والكرة لسه مع النادي الأهلي محاولة للتسديد، ولكن يطلع على طول الدفاع الزملكاوي، ومحاولة ياخدها أيمن أمير عبد العزيز، والله عجبني عمرو زكي، اكيد الكابتن محمد عبد الله خليه يتفرج على الكابتن عمرو زكي وطريقه لعبه وستايله وقوته، احد النجوم الكبار في هجوم الكره المصريه بشكل عام. طبعا اتفرج على كابتن عبد الحليم، عنده مراجع كتير قوي في هجوم نادي الزمالك، اتفرج عليها ايمن امير عبد العزيز. طويله الكوره زملكاوية من اليمين والمحاولة مستمرة ولكن تطول إلى خارج الملعب. الربط في التشكيلة النهاردة في وسط الملعب والهجوم تحديدا
لما بيتم الربط، يعني لما يتم الربط، هل الراجل ترافيس موتيابا يلعب في العمق شوية ولا هو على مركز الجناح؟ تجارب، تجارب لمحمد عبد الله وجهازه المعاون. محمد لبيب بدماغه تعود الكرة في مساحة ضيقة جدا، بيحاول يضغط أنس وائل، تلعب على طول أهلوية حلوة على اليمين، وعودة مرة أخرى من عناصر الزمالك على الجانب الأيسر، المحاولة لا زالت أهلوية، مرور بشكل جميل، عرضية داخل منطقة الجزاء، ولكن محمد السيد يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، تغطية أكتر من ممتازة الحقيقة من محمد السيد، وإبعاد للكرة بشكل مميز في كرة كانت من الجانب الأيمن، يوسف جمال عدى كويس قوي وعمل كرة عرضية، إنما التغطية الدفاعية في الوقت المناسب، عادت مرة أخرى الكرة أهلوية ولكن إلى خارج الملعب ورمي التماس. 70 دقيقة لعب مشاهدينا الكرام في وسط الملعب زملكاوية، محمد السيد وتمريرة على الأرض لموتيابا، علي نوفل في الجانب الأيمن، أرضية لكن يخلصها دفاع النادي الأهلي، تروح مرة تاني ليوسف وائل، يوسف للخضري، والخضري يلعب لعلي على الجانب الأيسر، محاولة زملكاوية وتدرج بالكرة على الجانب الأيسر لأنس، ياخدها لنفسه أنس ويلعبها في العمق حلوة لأيمن، وأيمن يستنى على الكرة ويلف واحدة بيمينه، إنما أرضية يطلعها دفاع النادي الأهلي، كثافة كبيرة، كثافة كبيرة، المهارة، المهارة لابد أن يكون لها دور في الدقايق اللي جاية، طويلة من دفاع النادي الأهلي، رأفت يحاول ياخدها بدماغه، خطيرة الكرة، مساحات 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 في خط ظهر الزمالك، ومحاولة لكن إبعاد للكرة بشكل مميز وإلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي من الجانب الأيمن. من الجانب اليمين في محاولة لمحمد إبراهيم والخضري إن هم يعملوا الجانب الدفاعي والهجومي، والهجومي والزيادة من الجانب الأيسر، بيقابلهم من عناصر نادي الأهلي يوسف كان في الشوط الأول، وأحمد وحيد، ومن نص الملعب طارق، لأن النادي الأهلي متقدم وبالتالي المساحات الدفاعية مقفولة تماما. رمي التماس لمصلحة النادي الأهلي من الجانب الأيمن، عادت مرة أخرى من رأفت إلى عبد الرحمن، إلى رأفت في مساحة صغيرة، كرة عرضية إنما تروح سهلة لأحمد جمال، شوف أحمد بيدور يلعبها بقلشة زعلان وهو بيلعبها، راحت لترافيس بوتيابا، بوتيابا وسط اتنين وتحت ضغط، تطلع الكرة إلى خارج الملعب، رمي التماس لمصلحة الزمالك، علي نوفل وإشارة منه لأحمد خالد، ودي كرة حلوة ملعوبة باتجاه منطقة الجزاء، إنما الكثافة الدفاعية تبعد الكرة مرة تاني، وخطأ لمصلحة النادي الأهلي، محمد سعد صاحب الهدف رقم 30 ياخد فاول في وسط الملعب. لما يمتلك نادي الزمالك الكرة تشعر بأن عناصر نادي الأهلي أكثر في العدد، رغم ان الكابتن محمد عبد الله دفع باحمد خالد الى جوار ايمن في الخط الامامي، اثنين في هجوم الزمالك، الخضري في وسط الملعب يستلم الكوره وبتمريره يفتح اللعب عند انس في اتجاه الجانب الايسر، انس ياخد الكوره ويدخل بها لعمق الملعب عند يوسف وائل، من يوسف لموتيابا، موتيابا يحاول يفوت يتوغل بمرور جميل يلعب لمحمد السيد، لكن طولت منه، عامل مجهود كبير قوي، عامل مجهود كبير قوي قوي قوي، والملعب واسع على لعيبة نادي الزمالك في الجانب الدفاعي تحديدا. ادي كرة خطيرة تاني لمصلحة النادي الاهلي داخل منطقة الجزاء، رأفت يشوط واحدة، انما فيها تسلل، فيها تسلل، مساحات كبيرة، مساحات كبيرة في الخط الخلفي، بالتالي لعيبة نص الملعب بتجري كتير،
محمد السيد النهارده مجهود كبير، الخضري اللي معاه الكوره جري كتير قوي قوي، وانس طبعا كمان، انس وائل اهو معاه الكوره برضو انس، وعلي على الجانب الايمن من بعيد كده، عمر جابر جدا علي برضو، وادي مطيابة غير تجاه اللعب، انما يقراها من دفاع النادي الاهلي يوسف جمال، ورمي التماس لمصلحة الزمالك محمد إبراهيم، يلعبها لأنس، صغيرة الكرة على الجانب الأيسر، يدور على فتح مساحة في عمق الدفاع الأهلاوي، إنما شوف الكرة المرتدة، شوف الكرة المرتدة، وعلي يحاول إنما تعدي الكرة، رأفت يلعبها طويلة، أي حاجة أي حاجة أي حاجة، عادت مرة أخرى لمصلحة الزمالك من الشمال، سيناريو متكرر في الشوط الثاني. وفي الشوط الأول في الدائرة اتلعبت كلها من المباراة، ادي كرة تاني، خطأ في الإبعاد في مرة أولى، لكن في المرة التانية يطلعها دفاع النادي الأهلي وتنزل في وسط الملعب، محمد السيد يخلصها لنفسه، يا ولد يا لعيب، ويفوت من واحد ويلعبها لأحمد خالد، وياخد فاول، وياخد فاول لمصلحة نادي الزمالك من مكان حلو في أرضية الملعب. هو الحقيقة المحرك بتاع وسط الملعب في مباراة النهاردة محمد السيد، يبدو ان الفاول عكسي، يبدو انه فاول عكسي على محمد السيد، هو اللي كان معاه الكرة وبينطلق، طولت منه، وكان معاه احمد لازال الترقب على الخط، الحضور الكبير من نادي الزمالك في مباراة النهاردة، والدعم والدور المتواصل الحقيقة من هذه الكرة أمام حضراتكم، تدخل قوي قوي، تدخل قوي جدا جدا، هو محمد السيد مش شايف وبيمد رجله، خد رجل المدافع في اللقطة اللي فاتت، خد رجل محمد أحمد من عمق دفاع النادي الأهلي، سلامات قتال في أرضية الملعب دائم الحقيقة ومستمر، إبراهيم عادل اللي كان في اللقطة اللي فاتت بيطلب النزول أهو، سليم إبراهيم ألف سلامة، تعود مرة أخرى الكرة لمصلحة النادي الأهلي، ولمسة يد على محمد رأفت، مطيبة لمساته حلوة، إنما لسه هنشوف حكاية المجهود، تعليمات من الكابتن محمد عبد الله على الخط، الزمالك ينتظر تغيير في التشكيلة، تغيير جديد، والكرة طويلة باتجاه منطقة الجزاء، أحمد خالد بيحاول إنما إبعاد، أنس بيحاول يلحق قبل ما تخرج، يلحقها أنس إنما قصيرة، ياخدها علي نوفل وياخد فاول، محمد السيد طويلة منه باتجاه منطقة الجزاء، إبعاد من دفاع النادي الأهلي، والكرة إلى خارج الملعب، ضربة ركنية إلى خارج الملعب، تغييرات جديدة من دكة بدلاء نادي الزمالك، من دكة البدلاء، هنشوف الركنية وتنفذ داخل منطقة الجزاء، ضربة رأسية حلوة انما تعدي الكرة، تعدي الكرة وإلى خارج الملعب، ركنية من الجانب الأيمن، فاتت الكرة اللي فاتت، فاتت وعدت الكرة اللي فاتت إلى ركنية، رايح لها المرة دي أنس، هو اللي هيلعبها برجله الشمال، الضربات الثابتة لربما يعود الزمالك منها، لربما يعود الزمالك، والكرة العالية برضو إبعاد، تروح على الجانب الأيمن، بوتيابا ياخد واحدة، إنما تحت ضغط أنس وائل، ثلاثة يحاول يفوت ويقع على الأرض، حكم بيقول ما فيهاش حاجة، حكم بيقول ما فيهاش حاجة، و تعود مرة أخرى زملكاوية، ضغط الزملكاوي في وسط الملعب والكثافة، شوف ال 11 لاعب من النادي الأهلي موجودين في المناطق الدفاعية، 11 لاعب، عادت الكرة مرة تاني، زملكاوية مشيت، الخضري خلاص البنزين خلص، عمل اللي عليه الراجل ده، وكمان محمد إبراهيم أهو نمرة 22 على أرضية الملعب،
محمد إبراهيم على أرضية الملعب. شوف الكرة، أنس أهو كابتن هيثم بيسجل الإنذار. إنذار في المباراة، سقوط على أرضية الملعب. حازم جمال، حازم جمال حارس مرمى النادي الأهلي. طبيعة مباريات القمة حتى في الناشئين، حتى في الناشئين. حازم على أرضية الملعب، لعبة أمام حضراتكم. آدي الكرة اللي خد فيها إنذار لاعب رقم 14 في تشكيلة النادي الأهلي طارق فوزي. نادي عليه الحكم الكابتن هيثم عثمان يقول له تعالى خد إنذار يا طارق في اللقطة اللي فاتت. طبعا سقوط على أرضية الملعب من حازم جمال عشان التعليمات وعشان النادي الأهلي ياخد نفسه في ما هو متبقي من عمر المباراة. سليم حازم، ياسين محمد حافظ رقم 21 وزياد محمد رقم 17. هيطلع الخضري وينزل أنس وائل. أنس وائل والخضري. خضري عمل ماتش كويس وتحرك كتير. شوف حازم، ابتسامة جميلة من حازم، وضيع وقت في اللقطة اللي فاتت وادى فرصة للجهاز الفني انه يدي التعليمات. في اخر 10 دقايق رمي التماس للزمالك من اليمين، ابراهيم هيلعبها عالية داخل منطقة الجزاء، تبحث عن الرأسية، تترد الكرة، محمد السيد يشوط واحدة فوق فوق يا محمد. حلوة الكرة من محمد السيد، احد ابرز الاسماء في تشكيلة نادي الزمالك النهاردة الحقيقة. عامل مجهود كبير في وسط الملعب، مجهود كبير في وسط الملعب. حازم جمال وضربة مرمى. ياسين محمد حافظ بديلا لأنس وائل في التشكيلة الزملكاوية، وخرج الخضري ونزل مكانه زياد محمد رقم 17. 80 دقيقة مشاهدينا الكرام، متابعي قناة الزمالك أينما كنتم وفي كل مكان، النادي الأهلي متقدم بهدف وحيد سجل في الشوط الأول، محمد أحمد سعد بكرة طويلة كانت هي محور اللعب في النادي الأهلي، الكرات الطويلة طوال المباراة. ضغط على حارس المرمى حازم جمال، إنما يطلعها باتجاه وسط الملعب. محمد إبراهيم مرة تانية يردها في محاولة أولى، ردها والتانية راحت للبيب اللي بيلعب واحدة طويلة باتجاه رأفت. ملعوبة الكرة أهلوية على حدود منطقة الجزاء، خطيرة جدا خطيرة جدا، وبرافو يا جمال. لسه الكرة والمحاولة والهدف الثاني، الهدف الثاني محمد رأفت يسجل. قلت لحضراتكم ولسه بقول لحضراتكم والله، الهدف الثاني برضو من كرة طويلة، برضو من لعبات في عمق الدفاع، نجح النادي الأهلي انه يسجل الهدف الثاني من رقم 7 في التشكيلة، البديل محمد رأفت اللي دخل في تشكيلة النادي الأهلي في مطلع الشوط الثاني. 2-0 2-0. اعتمد النادي الأهلي طوال المباراة على الكرات الطويلة ونجح انه يضاعف النتيجة بكرة طويلة في عمق دفاع نادي الزمالك، تألق فيها الحارس احمد جمال في مرة اولى، ولكن في المرة الثانية طبعا ثلاثة من عناصر نادي الأهلي موجودين في منطقة جزاء نادي الزمالك، صعب جدا جدا على أحمد جمال والدفاع إنه يغطي، لأن ما فيش دعم حتى من الباكات أو من نص الملعب، ما شفناش حد كان نقص عددي دفاعي زملكاوي في منطقة العمليات ومنطقة الدفاع، ما كانش فيه يمكن غير الراجل نمرة 2 اللي كان في اللقطة اللي فاتت علي عبد المجيد هو والسيد أسامة مع الحارس أحمد جمال. على كل المشاهدين الكرام، 2-0 لمصلحة النادي الأهلي، وكرة طويلة لنادي الزمالك من الشمال، ركنية تخرج إلى خارج الملعب، ركنية
رمي التماس ولا ركنية؟ لا ركنية، ركنية إشارة بركنية وضربة ركنية لمصلحة نادي الزمالك. محمد السيد هينفذها بالقدم اليمنى، الكرات الثابتة تعددت، الزمالك يبحث عن هدف للعودة في المباراة. حازم جمال بالبوكس من مكان خطير، ولكن إبعاد لمسة في الكرة اللي فاتت كانت تشكل خطر كبير على المرمى الأهلاوي. وادي الضغط مرة تانية، يرجع مطيبة، أحمد جمال تاني طويلة باتجاه منطقة النادي الأهلي، لكن مفيش حد خالص. أحمد خالد بعيد عن الكورة، وأحمد جمال حطها لخط ظهر النادي الأهلي. شوف الضغط على حازم، ولكن لوحده خالص أحمد خالد بيضغط. محمد لبيب يلعب واحدة طويلة، الاعتماد على الكرات الطويلة. غيابات برضو خط الظهر في نادي الزمالك أكيد ليها تأثير، غيابات الخط الدفاعي في نادي الزمالك. أحمد مجدي غائب، وهشام فؤاد اثنين لعيبة في منتخب الشباب. مساحات تستغلها النادي الأهلي، وادي كورة في الجانب الأيسر طويلة على محمد، إنما خرجت إلى خارج الملعب ورمي التمس. اكتساب الخبرات واكتشاف الإمكانيات، تغييرات لمصلحة النادي الأهلي. معاذ محمد رقم 37 هيدخل في التشكيلة الأهلوية. تغييرات في دقيقة 85 من عمر المباراة. زي ما قلت لحضراتكم، هي مباراة للتجارب، للاكتشاف. النهاردة البدني، العامل البدني في التشكيلة الزملكاوية وفي التشكيلة الأهلوية. كل اللي موجودين في الملعب بيراقبوا كل التفاصيل وكل المعطيات وكل الإمكانيات لكل اللاعبين. عمل كبير على مستوى قطاع الناشئين في نادي الزمالك. البدني، العامل البدني النهارده برضه هيكون له كلام الكابتن محمد عبد الله فيما بعد المباراة. اكتشاف نقاط القوة والضعف بالمناسبة، يعني الاثنين أمر مهم جدا. تعود الكرة مرة تانية، ترافيس موتيابا لمساته حلوة، إنما هو جوميز قال لك عشان التأقلم مش على المستوى، يلعب مع اللعيبة المراحل السنية ويقدم كل ما عنده، يتأقلم مع زمايله، يتأقلم مع الأجواء المصرية. وآدي التغيير اللي عمله النادي الأهلي، معاذ نزل مكان عبد الرحمن خالد، عمل مجهود كبير برضو عبد الرحمن خالد رقم 8. نقلات نص الملعب الزملكاوي، محمد السيد والأداء زي ما قلت لحضراتكم، التأهيل في جهاز الزمالك، ياسين السيد الإصابات والتأهيل، وهنشوف كلام على هل اللعيبة الخضري عمل مجهود كبير وخرج. وادي كرة تاني أحمد خالد بياخدها، إنما فاول. الإطار الفني، عازم إمام، محمد عبد الله، محروس السيد، محمد عبد الجواد، خالد عمران، هشام مصطفى نزل مكان إبراهيم. ده تشكيلة طبعا النادي الأهلي. بطولة الجمهورية مواليد 2005، الأهلي متفوق على الزمالك 2-0. نقلة من الجانب الأيسر ومحاولة للمرور، لكن تغطية من محمد إبراهيم. محمد إبراهيم اسم زملكاوي، يعني محمد إبراهيم طبعا تذكر محمد إبراهيم، ومحمد إبراهيم عندنا اثنين محمد إبراهيم في نادي الزمالك. ادي واحدة تاني من اليمين، أحمد خالد استلام، مساحات كبيرة النهاردة كانت في وسط الملعب، والكرات الطويلة والهدف المبكر. الحقيقة سير المباراة برضو كان في مصلحة النادي الأهلي. من وسط الملعب احتفاظ بالكرة ومرور، لكن خطأ لمصلحة الزمالك.
معاذ ياخد فاول. زياد وخطأ لمصلحة الزمالك في الدقيقة 89 من عمر المباراة. فيها وقت بدل ضايع، لسه فيها وقت بدل ضايع. وخطأ لمصلحة الزمالك من مكان مميز، تقدم أصحاب القامات، لربما الكرة الثابتة بحث عنها الزمالك لمدة 89 دقيقة. مشاهدينا الكرام 89 دقيقة، كرة داخل منطقة الجزاء باتجاه المرمى سهلة للحارس حازم جمال، ياخد كامل وقته. محمد حسن مدرب النادي الأهلي بلغة الكرة موت الشوط الثاني، طويلة باتجاه وسط الملعب تخرج إلى رمي التماس لمصلحة النادي الزمالك. تغيير في الدقيقة 89، رمي التماس تعود مرة أخرى زملكاوية في وسط الملعب. محمد السيد النهاردة بغض النظر عن النتيجة، وعلى فكرة النتائج في هذه البطولة يعني أراها إنها تأتي بعد اكتشاف المواهب وتأتي بعد الأهداف من المباراة. عندك دايما كل مباراة فيها أهداف في قطاعات الناشئين، تشوف الاسم ده وتجرب اللاعب ده في المكان ده. ومطيبة ياخد فرصة، دي إنذار أهو، إنذار، تعال خد إنذار يا محمد يا سعد. زي ما قلت لحضراتكم اكتشاف الاسماء، مطيابة ياخد في 10 دقائق لعب في المباراة، محمد السيد يكون اكثر تطور والكرة تقف تحت رجله وياخد حريته، وخط دار نادي الزمالك يلعب خط دار متقدم يجرب، لربما يكون النهارده غير جيد لكن فيما هو قادم يكون جيد. هي مباريات تجريبية بالنسبة للناشئين لرفع المستوى ورفع الكفاءة. وأعتقد أنه النهاردة حرص مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد، وحرص اللاعبة الكبار على التواجد، والمدرب نفسه الجديد موجود في أرضية الملعب، طبعا أمور كلها تدعو للانتباه إلى أهمية قطاعات الناشئين ومدرسة الفن والهندسة، مدرسة الصغار في نادي الزمالك، ودايما ولادة الحقيقة، ونتمنى أنها تستمر، وأيضا في كل الفرق المصرية والنادي الأهلي أيضا والفرق الكبيرة. رجعت الكرة مرة تاني لمصلحة النادي الزمالك من الشمال وكرة إلى خارج الملعب. النهاردة ملحوظة طبعا على نادي الزمالك وكابتن محمد عبد الله أكيد والمتابعين والجهاز الفني ياخدوا بالهم من أن الكرات الثابتة لم تستغل. كرات ثابتة كتير تكررت 90 دقيقة، كرات ثابتة للزمالك ولم تستغل. الكرة من محمد السيد طويلة داخل منطقة الجزاء لكن إبعاد، لف نفس اللعبة على الأيم القريب ويطلعها دفاع النادي الأهلي بدون أي خطورة. كان مطيبة ممكن يلعب الكرات دي على فكرة قصير القامة، وادي كرة تاني زملكاوية خطيرة جدا. يا خبر أبيض على الكورة، مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول، في المرمى، هو الراجل في الجول والكرة خرجت، هو في الجول. أحمد يا خالد يا حظك الوحش، يا حظك الوحش يا أحمد، عنده أربع تجوال، عنده أربع تجوال وهداف الفريق مع عمار ياسر ويوسف حسن، إنما حظك وحش في الكرة اللي فاتت، حظك يا أحمد يا خالد. إلى خارج الملعب ضربة مرمى، تترد الكرة مرة تاني وتروح لأيمن، تحرك كتير أيمن في بداية المباراة، مجهود كبير، تحركات. وزي ما قلت لحضراتكم العامل البدني في تشكيلة الزمالك دقيقة 92 انتهى الوقت الأصلي طبعا، لكن هناك زي ما قلت لحضراتكم وقت بدل ضايع يمكن ما يقلش عن 5 دقائق في الشوط الثاني من هذه المباراة. محاولة محمد إبراهيم يفوت، محمد إبراهيم يحاول يعدي وخطأ لمصلحة الزمالك من عند الركنية اليمين. 2-0 للنادي الاهلي. شوف الكوره، شوف الكوره احمد يا خالد نزلت قدامك، ويا حظك يا احمد، يا حظك يا حظك يا احمد يا حظك يا احمد. انما طبعا ده فاول على نادي الزمالك في اللقطه اللي فاتت، حظ وحش في الكوره اللي فاتت احمد خالد، انما موهبه مبشره جدا وعنده 4 اهداف زي ما قلت لحضراتكم الى جوار اللاعب عمار ياسر ويوسف حسن. حتى ولو هزم
الزمالك فالتجربة مفيدة، فالتجربة فيها استفادة كبيرة جدا. هي مباراة طبعا زي ما قلت لحضراتكم ضمن بطولة الجمهورية، لكن تجربة مفيدة. لكن شفنا أسماء، عرفنا إن متيبة عنده لمسة، وأيمن خطير والله خطير، أيمن تحركاته حلوة، أيمن أمير عبد العزيز اتفرجنا عليه النهاردة، و شبيه للكابتن عمرو زكي كده من بعيد، فكرنا بالنجوم وامتداد لخط الهجوم الزملكاوي. أحمد خالد كمان، ادي كرة أيمن بشمال، والله حلوة والله حلوة والله حلوة، يشوط واحدة بشماله حلوة قوي، إنما من بعيد كده بانت إنها خبطت، إنما الراجل خلصها حلو وشاط حلو بشماله. 9 دقايق وقت بدل ضايع، 9 دقايق زمايلنا في الكنترول في قناة الزمالك بيقولوا لنا 9 دقايق، قلت لحضراتكم مش هيكون أقل من 5، يعني الحكم طبعا احتسب 9 دقايق عن الشوط، طبعا 9 دقايق توقف. واتردت الكرة لمصلحة الزمالك، بينية طويلة باتجاه أحمد خالد، إنما يطلع حارس المرمى حازم جمال ويمسك الكرة على طول. الكرات الطويلة كانت سلاح النادي الأهلي ونجح إنه يسجل هدفين بالكرات الطويلة. الكرات الثابتة أتيحت لنادي الزمالك، ركنيات وكرات ثابتة من على حدود المنطقة كلها لم تستغل، وعمق الملعب كان فيه مساحات، وده ناتج عن الهدف المبكر أو الهدف اللي سجله النادي الأهلي في أول نص ساعة، لكن قبل النص ساعة برضو كان فيه مساحات بيعتمد عليها النادي الأهلي، وادي المساحات لسه، ولكن ده وضع طبيعي في الشوط الثاني، الزمالك يبحث عن التعادل والمساحات في الخط الخلفي، تدخل ومحمد إبراهيم تعب برضو محمد وبيقع على الأرض، وتغييرين لمصلحة النادي الأهلي، يستمر محمد حسن، الكابتن محمد حسن طبعا لكل التحية والاحترام مدرب النادي الأهلي في إهدار وتكسير الرتم على نادي الزمالك في أرضية الملعب، تغيير طبعا على الحق المشروع، لو الكابتن محمد عبد الله في مكانه برضه هيعمل نفس الكلام. تغييرات لمصلحة النادي الأهلي، محمد هيثم رقم 32 اهو قدامنا في المشهد، ويطلع سعد عنده هدف في الشوط الأول، طويلة الكورة باتجاه منطقة الجزاء لكن ابعاد والى خارج الملعب، رمي التماس للزمالك، نقلات في اخر الدقائق من عمر المباراة، نقلة لمصلحة الزمالك في وسط الملعب وطويلة باتجاه أحمد خالد، مش لحد خالص مش لحد خالص، من غير ما يبص في اللقطة اللي فاتت، اتلعبت الكرة طويلة وخرجت إلى خارج الملعب وإلى ضربة مرمى لمصلحة النادي الأهلي، ويستمر النادي الأهلي متقدم حتى الدقيقة 97. محمد السيد أحد مميزين في وسط ملعب الزمالك، زي ما قلت لحضراتكم كان عنده تجربة المشاركة مع الفريق الأول، هو وعمار، خرج زعلان عمار لكن معلش زي ما قلت لحضراتكم كل مرحلة سنية وليها تعامل خاص، مجلس إدارة الزمالك يعي هذا الكلام، والنهاردة تواجده أمر مهم جدا في مباراة للناشئين لمستقبل الكرة في نادي الزمالك. النادي الأهلي أدار المباراة تكتيكيا واستخدم الكرات الطويلة كسلاح ونجح في أنه يسجل عن طريقها، الزمالك لم يكن موفق في كرتين الحقيقة، الاثنين أهداف مؤكدة، كرة عمار في الشوط الأول وكرة أحمد خالد في الشوط الثاني، هدفين ضاعوا بشكل مؤكد، أحمد خالد دخل الرجل الجول كان يعني وقع قدام الخط وشاط الكرة لو فيها نسبة توفيق 1% تدخل يا أحمد، وكرة عمار كان جوه منطقة الجزاء جوه خط الستة أو على حدود خط الستة وبرضو الكرة صدها حازم جمال وخرجت إلى خارج الملعب، حتى خبطت في حازم وطلعت فوق العرضة، حظك وحش يا عمار وحظك وحش يا أحمد خالد، حظك وحش يا زمالك النهاردة غاب عنه التوفيق في لقاء مهم زي ما قلت لحضراتكم كل اللقاءات بطولة الجول.
الجمهورية مهمة، كل لقاءات الناشئين مشاهدينا الكرام مهمة، وقناة الزمالك الحقيقة عمل كبير لنقل مباريات الفريق، حتى الجمهور الزملكاوي يطمن ويشوف لاعبته الناشئين والصغيرين، ولما حد يتأهل للفريق الأول ويكون مدعوم بجمهور الزمالك لأنه شاف واتفرج عليه من خلال قناتكم قناة الزمالك. عمل ومجهود وترقيصة حلوة، عجبني والله أيمن أمير وشوت واحدة، إنما تترد الكرة لسه زملكاوية، محاولة أحمد خالد داخل منطقة الجزاء إنما يمسكها حازم و يقع على الارض. كابتن هيثم بيقول له انا بعد الست ثواني. طبعا حازم في اللقطه اللي فاتت كان بعيد عنه احمد خالد، حتى احمد بيقول له انا عملت لك ايه، وقام هو ما فيهوش حاجه سليم. شمال افريقيا يظهر اللاعب الشمال افريقي ده في مباراه الديربي، يعني في مباراة الديربي تجده ما بين الأهلي والزمالك موجود في كل حتة في كل مباراة، هي عادة مباريات القمة حتى ولو كانت في الناشئين. صافرة نهاية المباراة مشاهدينا الكرام متابعي قناة الزمالك، النادي الأهلي يتفوق على الزمالك بهدفين في مباراة كانت مهمة ومباراة استكشفنا بها مجموعة العناصر الزملكاوية الموجودة في أرضية الملعب. ألف مبروك للنادي الأهلي وهارد لك لنادي الزمالك. كنت معكم محمد البوشي وتحياتي وتحيات طاقم عمل قناة الزمالك، والسلام ختام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.